سميتي يسرى، عندي 25 عام، زوينة وطويلة. كنشكر لكم فراسي. عيني مايلين الزرقية، غير مايلين ماشي زرقين. شعري زهر ورطب وطويل، ولكن كندير سيف على برا. لطاي ديالي زوينة بشهادات الناس. المهم أنا مطلقة هذي 3 سنين، والدي مات ملي كانت عندي 10 سنين، وعندي خويا واحد كاين في الخارج، ما كيجيش بزاف ولكن ديما كنهضرو. رباتني غير جداتي اللي حتى هي توفات مرة ما طلقت معاها. ملي توفات بقيت بوحدي، عاودت دار جدة اللي كانت كتبتها بسميتي ورديتها فنة، ساكنة فيها حاليا وخدامة مهندسة في واحد الشركة. حياتي مستقلة، ما عنديش أصدقاء بزاف، يلا زوج صفا وإلياس خدامين معايا طريفين وكنحمق عليهم. وغدا عندي اجتماع مهم مع الزبناء الأجداد، والمدير مكلفني أنا كرئيسة المشروع. يلا تصبحوا على خير، خاصني نفيق بكري ولا غادي يتقلق. أصبحنا وأصبح الملك لله. طلع الصباح، ويلي على فضيحة، العشرة وأنا باقا ناعسة. موتي تكادي، ويلي تقعدي من هنا، هاد النهار يجرو عليا والاجتماع غيكون سهل، أنا ريق فارس عليا. نط كنت تحت صرف رجليا، لبست سروالي وقميجة وكوستيم ديال الحوايج الخدمة، مشيت كنطير. الحمد لله وصلت. إلياس أفيك يا يسرى، المدير غيهبل اللي حشمتي مع الزبناء. صافا سكت، مزيدش خلع فيها، كتشوفهاش كيصفرا. الفطور يمكن ما فاطراش، المهم سيري سيري عنده بعدا راه في المكتب ديالو. اه وما تنسايش قري صوره الناس عاد دخلي. بعدو بعدو مني اش غيبقى كاع. دخلت البيرو ديال المدير وانا الخلعاش عداني من الصباع رجليا الصغار مسيو برادة. نقدر ندخل؟ المدير كان معصب، كطلب الاذن باش تدخلي وما طلبتيش باش تعطلي. والله مسيو ما درتها بالهاني. قاطعني المدير، صافي بارك عليا، هاجي جلسي بعد نفهمك اش درنا في الاجتماع. واخا مسيو هي الاولى، المهم مشروعك كيعجب بزاف الزبناء وقرروا باش ينفذوه على ارضهم، وانت في الاجتماع الجاي غدا تشرحي لهم التفاصيل. وسير تعطلي ثاني، راه غير ما تحلميش من بعد تحت رجلك هنا. لا لا سيدي يكون هاني، ان شاء الله نحمر لك الوجه. صافي انا محتاجنيش نمشي نكمل خدمتي يا مسيو. المدير صافي يلا غير سيري، صيفط لي دوك الوراق المشروع القديم مع الكاتبه. واخا سيدي. اوف قلت هاد المره ناري غادي يجري عليا. سارة أجي أختي دي هاد الورق المدير. سارة هي الكاتبة، أنا سيها أنيسة يسرى. ما تصوريش هادوك الزبناء اللي جاو شحال البكوسين، ويلي ومول الأرض كيحمق. بقيت كنشوف فيها سكسين سكسين، هاكي دي هاد الورق وانتي اللي ضربك ضربك على رجال. ماشي بحالك، أنا مقابلة غير الورق حتى نكون معقدة. واتي سيري قبل ندير فيك شرعي دي نوريك كيفاش معقدة. فوتيني عليك سارة. وهي غدا انا كنشوف فيها كنهضر مع راسي، وانا راسي غيطرطق محتاجه شي قهوه. صافا وطلبتي غير الموجود هاكي شدي. طيرتيها مني خلعها صاحبتي، اه ريفها السكر بعدا. صافا وقولي غير شكرا انت كلهيشه، هاكي شدي حنجري. خديتها الله لا يخطك عليا حبيبه ديالي وخلاص. ايوا على خاطر خاطرك دابا اجي شنو قال لك الشهر فيك من دابس معاك. لا لا اختي غير سكتي، ولكن عارفني كنرطب الحديد. صافي ايه ما نخافش عليك، حق الشركاء اجداد ناري كلهم صغار وواعرين. اما مول الارض يا اختي سخفت فاش شفتو ناري، عرفتي كي داير؟ راه كيحمق بالسين بحال تقولي شي واحد شي ممثل تركي ولا ما عرفت شنو. اوف حنا حتى انتيا ما قلتش حتى سكت ديك الترطارات. صراحه جيتي بعدا من هما وفين كاين بعدا هاد الارض اللي غيتنفذ عليها المشروع. صافا اختي ما نعرف، راكي عارفه انا مشغوله في غير في مشروع ديال المول. كاع ما دخلت سولي ساره، واخا ما يهمش يلا سيري كملي خدمتك وخليني نخدم. تلقاو مع 12 باش نتغداو. وصلت 12 وتغدينا كالعاده، ودابا كنوجد راسي على الاجتماع. دابا خصني نركز وندير شي طريقه اللي نشرح بها باش يفهموا. المهم هذه حياتي، انا المشاريع ديالي شويه معقدين. وصل الوقت، وصلوا الزبناء ودخلوا الشركاء الزبون جديد لقاعة الاجتماعات. بقاو غير مول الارض مع المدير. مهم ندخل نتعرف عليه بعدا ونعتذر على الصباح. بسيو نقدر ندخل؟ المدير انيسه يسرى دخلي دخلي تفضلي، نقدم لك رضا البناني الزبون الجديد ديالنا. تخلعت انا تزعزعت، بقيت جامده في بلاصتي بمجرد سمعت السميه. فجر عندي استكملت، هو كذلك بقى مصدوم. الحاجه الوحيده اللي قال هي اش كديري انت هنا؟ المدير سي البناني، كنقدم لك المهندسه المكلفه بالمشروع ديالكم يسرى مستور، ولكن بان لي بحال كتصرفوا بعضكم. قسي قسي انيسه بعدا ماك جامده في بلاصتك،
أنا جلست وكنشوف فيه نظرات كلها حقد، وهو كذلك كيبدني نفس النظرات مخلطين مع الصدمة. ما عرفتش باش مخلطين كاع. مرحبا مسيو رضا المدير، شرحوا لي دابا هاد الموقف، واش كتعرفوا بعضكم؟ سريدة قول شي حاجة. يسرى انا ما كنشوف رضا، لا مسيو برادا ما كنعرفوش اصلا، راك عارفني عمري ندخل خصوصيات مع الخدمة، والسريدة هنا كزبون، انا كمهندسة، ما تسالوني غير نقوم بالواجب ديالي على اكمل وجه. وزيدون حنا مازال ما كنعرفوش بعضياتنا مزيان، لا مسيو رضا. رضا انيسه يسرى عندها الحق، كون هاني يا سي برادا، حنا هنا على قبل الخدمة فقط. انا ما كيهمنيش اللي كيهمني هو ما يكونوش مشاكل في علاقتنا العمليه، مع سيادتكم وتعجبكم الخدمه. رجعت المكتب ديالي وكنهضر مع راسي كي شي حمقه، اوف علاش دخل حياتي مره اخرى، وقيلا خربقتكم. راجلي لقيت في المكتب هو الطليق ديالي، راجلي القديم، دوزنا 3 شهور ديال الزواج وما تفاهمناش، واخا كنا خسرين بعضياتنا وعجبني وعجبته، ولكن علاقتنا ما فاتتش الاعجابيني، ما طولتش الحب. صراحة ما كانش بيناتنا تفاهم كبير، كل واحد في جهره، واحد كيشرق وواحد واحد كيغرب، كان ضد اني نخدم، ولكن دابا استقليت بقراراتي وليت انا المسؤول على راسي، ما كيتحكم في حد. نهار تفارقنا كان هو النهار اللي قررت نخدم وهو رفض، وتخاصمنا. اخر هضره قال لي هي اللي بقات في قلبي كالجمره، ولكن ملي رديتها له قبيله في المكتب خفاف ثقلها شويه عليا. يا بالله مازال ما كنعرفوش بعضياتنا مزيان. المهم يعني ما يهمنيش، باغا غير خدمتي، ما باغا لا حب لا زواج لا والو. وفلاش دخلتي لحياتي ثاني وديك الارض زعما كنبقى ليا في عيد ميلادي غير وجه لي فيها مفاجاه، ودابا باغي يبني فوق هضر العجزه. العجب ايليات يسرى، شتي كتهضري غير بوحدك ودمك هايجك لاباس، ياك ما اتفقتش مع الزبناء. ايلياس كون كانت هكاك كون حسن. ايلياس ايوا مالك بلا الغازة يسرى هضري، عرفتي شكون هو الزبون جديد؟ الياس. لا شكون؟ رضا راجل القديم. الياس تصدم، اشنو شنو كتقولي؟ واش بصح؟ لا ما يمكنش. الياس هو بالحمو وعظمو، هاد النهار باين من صباحو، انا غير حماقه شاد صار عندي، غلبوني دموعي. الياس يسرى ما تبكيش وصافي، موقع والو، ياك نتوما تفارقتو حبيبه وصحي دموعك، اعتبري زبون بحال كاع الزبائن اللي فاتوا حتى الخدمه، تكمل الخدمه وكل يمشي في طريقه. يلا مسحي دموعك، ما كتجيش معاك البكيه. علاش انا اللي ما عندي صار؟ علاش حتى قلت صافي حياتي تقادات وغندم جديد ودخل حياتي عاوتاني؟ الياس وخلاص يسرى، حسن انت ديري راسك ما كتعرفيهمش وتعاملي معاه عادي، وما غيكون غير الخير ياك ما قالك والو بعدا. لا حتى هو تجاهلني كيف تجاهلته. الياس ايوا صافي هانتي كملوا هكا وصافي، يلا مسحي دموعك. راه هادي راه صفاء جايه وغتشد فيك. صفاء وانا على حبيبتي، وشكون بكال القطيطه ديالي؟ شكون الياس؟ وهادي شنو قلت لك؟ كضحكوا عليا دابا ياك، هادي الصحبه بعدو مني. صفاء وتما قولوا لي اش واقع. الياس من يسرى كتبكي؟ الياس وخلاها هي تقول لك حسن، يلا انا في المكتب ديالي كمل شي خدمه راه قربت الساعه. المهم فاش ساليو الهضره تلقاوني في الكافي كالعادة. لا لا إلياس أنا ما غنجيش، كنقول غير فوقاش نمشي نرتاح. إلياس والله يسرى راكي عارفة الجلسة ما كتكملش بلا بيك، وزيدون ما كنمناش الهضرة. صفا صفا إلياس كن هاني أنا غنجيبها معايا. إلياس يلا واخا يلا حتى نتشافو. صفا هاكي كلينكس، خدي لك خدي لك خدي مسحي نيوفك وخنينك، يلا يلا عاودي لي صاحبتي اش وقع لك؟ راني عارفة ما كتبكيش أصلا، نتي دموعك ماشي دغيا كيدوزو سوا كتوصل بك العظم. ما كتبتيش اختي، واصلة بيا العظم، عرفتي صابون جديد والأرض. صفاء هذاك البوكوس مالو؟ اودي منين جهاتو هذاك اللي كتقولي عليه البوكوس؟ راه هو راجل قديم وريضة. صفاء اشنو؟ غير بشوية شوهتينا غتسمعك صارت لصقنا. شوفي راه هاد الهضرة تبقى بيني وبينك وبين الياس، غير نتوما اللي عارفين. وياك 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 تخرج من عندنا بعد ما نديرو بالمشاكل. لا لا كوني هانيه صاحبتي، ناري صدمتيني. وياك رضا تاجر في الطوموبيلات، اش دخلوا الاعمال الخيريه اختي؟ والله اعلم والله ما بقيت فاهمه والو، فلاش ما ذكروا الارض اللي في افران كان معود لي عليها ما عمري شفتها. المهم انا ما كيهمنيش هادشي، خدمتي غنديرها، عيني نمشي نغسل وجهي ونمشيو لعند الياس راه خرج بحالو. صافي اجي بعدا. واش شفتي ديك الفنيون ديك المستثمر اللي من برا؟ شكون فيهم؟ واش داك السمر؟
صافا ما صبرش بزاف شويه وصافي، راه كان معاكم في الشي محشتي يا اختي، انا شخصيه عنده غير الوقفه ديالو بركه. عرفت بين فيه مثقف واعي، حس كان كيهضر في القاعه بحال شي مفكر كبير. اي والله يحجبوا الوالدي صافا. واه ولكن انا راك عارفاني ما كان فلت حتى حاجه، شفتي فاش كانوا خارجين كان كيشوف غير جهتك، راه باينه فيه تعجب بك المسخوطه. حيت دوك الشوفات قطعت عاش ما شوفات، بديتي عاوتاني يا راسي قدامي تيدير الولد كيتسنى وغادي تجيب لي احسن شي حد مره اخرى. لا لا نحيد لك الشوفات، قال لك شوفات يشوفوا لي جلسه على مالي. صافا اه يا اختي مالك دابا شعلتي صافي ما قلت والو، يلا زيدي الولد كيتسنى انت اللي بديتي ما كتقاداش. جاوبتها ايوا هكاك وزيدون لا عجبك خودي انت هانتي يا لهلا، سميتو السي ناصر وساكن غير هنا ووالديه برا، ونزيدك شي حاجه مهمه مهم يلا اجي نتمشيو نهضروا. صفاء باللعب معاك الباب راه غير حنا اللي بقينا، يلا اجي شفتك عارفه كلشي باش عرفتيها. يسرى عندك الطوموبيلات فالساهية انت مالك اوف على خلعه شفتهاش اش كنتي كتقولي. صفاء وردي بالك قلت لك باش عرفتي على السي ناصر هادشي كامل من الاجتماع وصافي. فين جالس هاد بنادم؟ اه راه يلا وصلنا جلسنا حدا الياس. يسرى ايوا يسرى مالك شفتك غا ساهية؟ اه نعم شنو قلتي؟ صافا اواعدي على صاحبتي وسيسي طير لها العقل وصفا. يلا هاني ساكتة. الياس يسرى شنو قررتي؟ اه الياس اش عندي ما نقرر، فكرت في هضرتك ولقيت عندك الحق. الياس ايوا احسن ما درتي، ياك هي غير شغورة وغتسالي الخدمة ويسالي كل شيء وكله في طريقه، مهم ما تخسريش خدمتك. صافا اه يسرى الياس عنده الحق، واخا اول مره كنتفق انا وياه ما تنسايش مور هاد الخدمه كتسناك تلقيه. يسرى اه صافا المهم نساو علينا اصلا شكون هو اللي غنضيع عليه خدمتي وحياتي الجديده، انا غنعيش حياتي كيف ما قبل ما يستاهلش هو نهضروا عليه. صافا وهكا كصحتي ودابا عجبتيني. شفتو هذاك ماشي اللي كان معاه في الاجتماع يسرى؟ يسرى اه سي ناصر ناري شفتو بحال جاي جهتنا. ناصر السلام عليكم، شنو بغات تعرضيش عليا نجلس معاكم شريكتي جديده؟ وكيشوف يسرى. يسرى توترات من نظراته. اه جلس مرحبا، نعرفك هذا صديق ديالي الياس مكلف بالاعمال ديال الاراضي الجاليه وصفاء. قطعت صفاء مادة الهدية، انا صفاء مهندسه مشرفين بك سي ناصر. تشرف بكم، اذا مادمتم مع يسرى غتكونوا بنفس الذكاء. تبارك الله يسرى ما خلاتنا ما نقولوا، زيادة على الجمال ديالها كاين الذكاء وروح الإقناع، وكيشوف فيها بنظرة الإعجاب. إلياس نظرات مخلطة مع الغضب والإبتسامة المصطنعة. آه يسرى تبارك الله لدارت شي حاجة في عقلها كتوصل ليها. صفاء كتراق من نظراته في يسرى وكتراق من نظرات يسرى اللي كلها لا مبالاة ناصر فقط غاسة هي. إيوا سي ناصر أنت أش من دور كلفك به في هاد الخدمة؟ ناصر كيشوف يسرى مكلف باللي تقالت على يسرى خفافت عليا. الياس نحلح بغضب، يسرى بقات غير كدور في عينيها بحال اللي بغات تهرب من داك الموقف، اما صفاء بحال فهمات الموقف وبدات كتبتسم يسرى وتقول ليها بعينيها باللي راه معجب بيك، ولكن تفكرت الياس اللي كيبغي يسرى وهي تشوف لعندو. بداو كيتبادلوا النظرات بحال اللي كيقول لها تصرفي ولا غنقتلو. قطع داك الصمت ديالهم الكارسون، اش غتشربو؟ الياس انا ما بغي والو شوف البنات، وناض مشى. يسرى الياس اجي في الماشي، ما جاوبهاش. صافا انا غنشوف مالو، مشات موراه. الياس وي الياس اجي في الماشي، ما جاوبهاش. جيب لي واحد كافي نوار. ناصر حتى انا بحالها. ناصر ما هوتش عيني على وهي ما جابت لي خبر. واش شفتي دوك النظرات اللي كان كيشوف الياس في صفا؟ يسرى لا اش من نظرات. ناصر ضحك واحد الضحكه. اه يسرى انا بحال هاد الحوايج ما كيخفاوش عليا. يسرى اش من حوايج سي ناصر؟ ناصر اعجاب انيسة اعجاب. يسرى شنو ما فهمتش اش من عجبك اعجاب كدوي عليه؟ شنو زعما الياس معجب بيا؟ لا لا ما تقولهاش. ناصر ولكن قربتي الياس معجب بصفاء، فاش جلست معاهم وشافها هضرت معايا بديك الطريقه غير هو ينوض، ياك شفتي تبعاتو متوتره. يسرى حاطين دالة في مو كدور هاد الفكرة في راسها، وهي كتسترجع اللحظة فاش ناض وكيفاش توترات صفاء وفسرتها على أساس بيناتهم فعلا شي علاقة مخبينا. اه عندك الحق. ايوا شوف انا زعما نسي يخبيو عليا والو، ناري كيفاش ملاحظتش هادشي.
لقيت فاش شد ناصر دابا اني سيصرع بعدا سميتك زوينه. شكرا سي ناصر، هيدي الرسميه صافك، زيدي عرفيني براسك. يرجعوا لإلياس وصفاء. صفاء إلياس وحبس هاي الملك حبس، ما غادي خارج من الكافيه بالزربه. بعدي من يا صفاء شداتو عين مالك، اوف شحبتيني. الا انتي شحبتي انا راه كسبق لي شويه وندير جريمه. وانا يا الياس والله احسنتي طراسي حتى انا. وا بصفه صاحبي واش انت عمرك بينتي لها شي حاجه؟ باغيه تحس بيك انت اللي كتعاني في صمتك، عارفه زوينه وحتى واحد ما غيفلتها الا ما طلقتيش راسك دغيا. الياس كيهضر وفي عيني نظرات الياس. اختي راك شفتي فاش بغيت نصالحها، ما عرفتش من خرج لنا ديك رجلها القديم، وثاني قررت نصالحها في الكافي وهانتي كتشوفي. كنت موجد لها رساله غيجيبها لها الكارسون، كنعبر لها على الحب ديالي باش تفهم. صفاء رساله، اه رساله. شافوا بعضهم وصفاء شهد على فمها. جري جري الياس، اويلي كيفاش نسيت غيكون عطاها ليها. صفاء جري دغيا نشوفو غير من بعيد ردات الفعل ديالها. الياس يلا صافي وقفي وقفي هنا. تفو ديك العوج باقي جاي محلق فيها في الطبله. يسرى وناصر والكارسون كيتقدم طلبات لناصر. شكرا يسرى. شكرا الكارسون، هادي لك انيسه. شنو هادي؟ صيفطها لك داك السيد اللي كان جالس هنا. يسرى كتشوف فيها بنظرات متسائله. الياس اش غيكون مكتوب فيها؟ صفاء شوف ها هي غنفتحها. الياس ناصر يسرى فتحي قرايه وغتفهمي. اها ايوا هذا جوابين فيه شي حاجه غراميه. شوف القلوبه هنا ناصر، فتحي فتحي. يسرى كتقرا مصدومه. لا ما يمكنش. ناصر شنو كاين هذا؟ بغى يعبر الحب لصفاء ولكن الكارسون ما لقاش صفاء يحسب له. انا ناصر ايوا شفتي شنو قلت لك؟ صفاء بدات كضحك تزاي السيريه ديال الضحك على التعبير ديال الياس الرومانسي. هي الياس فين كان مخبي هذا الشيء؟ صفاء الياس هادي ما يمكن لخا كضحك واش عجبها الحال ياك؟ حتى هي كتبان لك نفس المشاعر. الياس والله ما عرفت، تخبي تخبي. يسرى ناري هادو فين مشاو؟ ناصر غيكونوا بغاو يهضروا على راسهم. صفاء كتشوف فيهم والله ما فهمت شي حاجه. واش هاكي فرحات؟ ما كنتش كنتخيل ردت فعلها غتكون هكاك، ما كانت مخبعه لك نفس المشاعر. الياس فرحان. صفاء انا ما متيقش واش بصح تكون كتبان لي نفس الاحساس. لا انا ما عرفتش غنطير من الفرحه، ما عرفتش ما كرهتش نغوص ونقول لكل شيء اللي كنبغي كنبغيك يا يسرى. سمعت وكطل من الشر جميع وناصر كتشوفو كيقول كنبغيك حدا صفاء كتنقز بالفرحه. يسرى ناري شوف شنو مخبعين علينا. ناصر يلا صفاء يا يسرى يمكن حشمو، دابا ديري راسك عارفه والو تصرفي عادي حتى يعاود لك، انا ماشي شغلي. ولكن غير قلت يسرى اه عندك الحق زيدون، ما تقولش هكاك حنا دابا ولينا اصدقاء ولا لا. المهم يلا رجع للطبله هما هما راجعين. رجعوا للطبله ورسموا تعابير البراءه على وجههم بحال ما عارفين والو. صفاء احنا جينا. الياس عيط له صاحبه وتلهينا من الهضره. يسرى غير كتشوف فيهم وفي ناصر وكتضحك. لا لا خذوا راحتكم. الياس غير ساكت وحشمان. ناصر المهم تعطلت غادي نمشي، خلت لكم الراحة سي إلياس. على صفاء شرفت معرفتكم مرة أخرى. يسرى شكرا على هاد الليلة الجميلة مرة أخرى نعودها وغمزها. ناصر كان شاب زوين ملفت للنظر طويل وصبوريتو فاتحة، عينيه عسلين وشعره قوي بني، كان عنده فورمة مخدومة. هادشي اللي خلى صفاء كتعجب بيه بسهولة وبقات مراقبة حتى خرج ويترجع بعينيها لإلياس ويسرى. هاد ثلاثة طايحين في واحد سوء تفاهم كبير. صفاء يسرى ما كتشوف فيا هكا، اجي فين هي؟ بغيت نقول شفت الكارسون عطاك شي حاجه في فين هي يسرى؟ بدات كتشوف هي والياس وكتضحك. ياك الياس ماشي حشومه عليك تخبى عليا هادشي؟ الياس حتى هو شاب طويل في عمره 34 سنه، مريح وفكاهي في نفس الوقت خجول، شعره زهر وعينيه خضر زينو قاوري. الياس انا دابا هو كان محرج ما عرفش شنو غادي يقول، بدا كيتوتر وكيتلعثم في الهضره. صفاء لا يسرى هو غير الياس. ايوا ترى الياس كمل. الياس اش غنقول كنظن راك فاهمه كل شيء. اه يسرى يسرى مالكم صرتو لسانكم ناري؟ ما كانش كيحسب لي الياس حشومي هكا. فين هذيك بلا 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 ديالك؟ مهم انا نخليكم تعطلت، خاصني نمشي نرتاح النهار ما كان سهل. يلا بسلامه. الياس الحمد لله مليتكم داك الموقف اللي حشمو بزاف. لا يسرى صافي غير سيري غدا نتلاقاو يلا بسلامه. يسرى حنا تراسا
ايه هما قالت غير بالحس، انا راه فهمت كل شيء، واخا متاخر وراني فرحانه بزاف. ومشات خلات الياس حمر بحال المطيشه وصفى غير حاله فمها. صفى ناري واش هاد يسرى، جسد الحنه كامله كانت متوقعه تقرب لنا القهوه باللي فيها. الياس ما تصورش فرحتي، انا اسعد واحد في الدنيا. يلا مشي ورجع حتى انتي ما تاخر الوقت. مشات يسرى دخلت كدوش وكتفكر في موقفها مع رضا، بدات كتفكر ذكرياتها معاه ودموعها كيهبطوا، ولكن دغيا مسحاتهم ولم تلاصم اللي رجعت كتفكر فيه. اوف علاش رجعتي لحياتي؟ علاش علاش مبغيتش صورتك تبعد من قدام عينيا؟ اوف عمري رجع ليك ولا رجع نفكر فيك. بدات كتفكر نهار اللي خطبها والنهار اللي جات عينيها في عينيه، والفرحه اللي حسات بها نهارك والخواتم هي كتنشف شعرها، كتسترجع كاع دوك الذكريات اللي دوزو وكتبتسم حتى تذكرات نهار اللي بداو المشاكل. رضا يسرى شاد السروال المزير بزاف حيديه. يسرى اوه فريده بديت نعاوتاني، ياك انا ما كندخلكش في حوايجك. يلا تعطلنا وزيد شعري راه مغطي وانت حاجه مهريه، كيفاش كلشي مغطي؟ مستحيل نخرجك معايا هكا وكامله مقزبه في هي الرجوله ديالي. وهريطه شحال كتزيد فيه، تفكر كاع هادوك النزاعات تفكرهم، اللي دازو على الملابس وعلى الماكله وحتى العلاقه لهاد التلفازه كانوا كيتفاهموا حتى حاجه، ويترجع بذكريات النهار اللي تفارقوا فيه. فريدة انا عييت قهرت عييت بالصبر حياتي كامله وانا كنقرا ودابا نجلس في الدار. يسرى ديري عقلك، واش خليتك مخصصه من شي حاجه؟ واش ما كنقومش بالواجب ديالي؟ طلبتي شي حاجه وما نفتهاش لك؟ انا من الاول رافضك تخدمي. صافي انا ما قدتش نصبر عاد، اسيدي طلقني وخليني نرتاح، طلقني. يسرى شفت كل لخصه بيناتنا كتجبد لي الطلاق، راه كنحشم غير من الحاجه والله، اش غادي ندير؟ اش غدير؟ طلقني طلقني هي طلقني. صبري تسالى نتي طالق طالق، خرجي من حياتي، خدمي ولا موتي، ما تساليش حبي ليك ولا احترامي، موتي كاع راك مازال ما كنعرفوش بعضياتنا مزيان. بدات يسرى كتفكر وكتبكي، خصوصا فاش ما لقاتش دار ليها شي حاجه قبيحه او قلل من احترامها من غير انه كان رافض لها الخدمه. بدات كتدابس مع ذكرياتها باش تلقى شي حاجه خايبه وتكرهو بها ويمشي من ذاكرتها، ولكن لا لقات والو. بدات كتقول نكون زعما تهورت. لا لا يا رفيقي هذا هو القرار الصحيح. اوف نوض نشرب كينات نعس والناس، والا غينفجر ليا هاد الراس. نرجع عند رضا. رضا حتى هو رجل زوين بزاف، متوسط الطول بيض وحروفه كحل، عنده اللحيه كحله خفيفه وشعر قوي من فوق كحل، عينيه بحال لا مكحلين قادين كحل، كيلبس زوين بحكم خدمته اللي خاصو ديما يبان انيق، حساس بزاف وطبعه مغيار وقاصح، ولكن قلبه رهيف ودغيا كيتأثر معنى آخر من داخل حنين ومن برا قاصح. أما يسرى شافت غير الجانب القاصح، ما وصلتش لدرجة تعمق له في الداخل ديالو وتفهم أنها خاصة فقط ديلو الخاطر وبالسياسة غيعطى عينيه، ولكن هي كانت عنيدة وعصبية وخا هكداك حتى هي حنينة ومرحة. في هاد الوقيتة رضا كان في الجردة دوار يديه كيشوف النجوم، وحتى هو سها في اللحظة اللي تلقى فيها يسرى وديك الصدمة اللي ترسمت على وجهها، تخيلها بكل تفاصيلها بحال بغا يطيح في شباك جمالها مرة أخرى. حنا سمعوا هاد الصوت اللي خرجوا من هداك الخيال ديالو. سيرينا الحاجة الأولى اللي كيتسناو في الصالون باش تعشاو، واخا أنا جاي. مشى عند ماما وبا، طبعهم حنان بزاف وكيبغوا بعضهم، عندهم ولد واحد اللي هو رضا، باه جدي بزاف ومعقول، ماما حنينة وغير كتبكي كيعاملوا ولدهم بكي الصحة. السلام عليكم. وعليكم السلام أودي جلس. ها آه ماماك جاية، كي داير مع الخدمة؟ كلشي مزيان؟ مزيان الحمد لله. وديك المشروع فين وصل ولدي؟ غادي مزيان الحمد لله، غدا غنسافر لإفران نوقف بيدي على الخدمة. اه يوم مزيان هكاك، اي والله يعاونك يا ولدي، انا السيمانة الجاية غنرجع لميريكان على قبل العمارة اللي كتصلح، مسكين سي كريم واقف على كلشي بوحدو، ان شاء الله ما تعيش راسك الوالد، راك مريض وسي كريم تا هو، ردوا البال ريوسكم. فاطمة ولدي ولدي الغزال، نوض نوض نتعشى، انا عيما جايبه العشاء، يلا زيد 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 الحاج. كيسو كيتعشى بصمت شويه الحاج ويقطع داك الصمت. رضا ولدي كنت كنهضر انا وماماك في هذا الموضوع، ما كرهناش نشوف رايك ونناقشو. فاطمه والحاج خلي الولد بعدا ياكل. رضا اش من موضوع الوالد الله يسمعنا خير. فاطمه هو ولدي انا وباك جبدنا بنت سي كريم سالت قرايتها، والبارح تلاقيتها هي وماماها في لاصال كبرات ولات غزاله تبارك الله، وزعما قلنا
الحاج قلني علاش ما تشوفهاش اول ديرها مناسبه ليك، قاريه وزوينه ومادبه، رضا صاحب افكاره وتفكر كل تفاصيل يسرى خلال ثانيه. قال هذه هي الفرصه باش نخرجها من قلبي وعقلي. ما عرفتش نقول لكم اللي درتوها انا معاكم فيها، شد في يديهم، الهم الوحيد هو الرضا ديالكم عليا. فاطمه والله يرضيها لك ولدي ويجيب لك اللي فيه الخير. الحاج حنا بغيناك ولدي غير الخير، الزواج الاول ما كانش مكتب، وان شاء الله هاد البنت تعوضك على كل ما داز. رضاي ان شاء الله بقى المهم، وانا غنمشي للدار نعس غدا، خاصني نوض بكري نمشي للوكاله، وعاد كيتسناني السفر، يمكن غندوز شي جوج سيمانات على ما نساليو الخدمه المشروع، داكشي علاش دوزت نطمن عليكم ونمشي. فاطمه الله يوفقك ولدي، كون غير بقيتي تبات معانا والله ما كنسخاو بيك. الحاج لا فاطمه بلا ما تشدي، راه مشى الا وعندو الشغل. سير وليدي الله يرضي عليك سير. رضا بس يديهم مرضاكم انا عايش ومشى. صباح صباح جديد في حياه الابطال ديالنا. ناتي يسرى فطرات وجدت راسها مشات سروال سليم وتفكرها نهار دابز مع رضا وهي تحيدو، ما عرفتش علاش ولكن بدلاتو، لبست سروال كحل واسع قميجة غوز وكوستيم وفولار، وهزات الموطو ديالها في يدها كل برد، دارت نظرها ومشات. وصلت هي الاولى قبل من الياس وصفاء، مشات ديريكت المكتب ديالها حتى لقات ساره واقفه. يسعد الصباح يسرى، صباح الخير الياس وصفاء، مازال ما جاو؟ ساره لا لا مازال، المدير كيتسناك، قال لي غير تجي صفتها ليا. دخلت يسرى المكتب، لقات المدير ديالها كيعينها، توتر كبير. بصي ممكن ندخل؟ اه يسرى دخلي. ياك لاباس بصي برادا. يسرى سمعيني مزيان، الشركاء جداد ومول الارض مزروبين بزاف، باغي امتى يسالي هاد المشروع يبداو البني. داكشي علاش هضر معايا البارح السريطه واتفقنا اليوم غنبداو فيه، هو بغا يوقف على شغله بيدي، وداكشي علاش اقترحت عليه يمشي مع اللي غنصيفط انا من الشركه. اه علاش تاخر؟ مع راسها نيت باش مابقاش نشوف كمارتو، وفكرت حتى عيط ملقيت بحسن منك، نتي اللي غتمشي للموقع الارض، نتي هنا اللي كنعول عليك واش الترقية الشهر الجاي تكون متيقن مزيان من مهاراتك وتكوني كتسهليها. انا سي برادا لا 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 غير عفيني متأسفة ما يمكنش ليا نمشي. انيسة يسرى وخلا نسيتي راسك، راه انا امرتك تمشي ماشي شاورتك، انت اللي غتمشي هي انت اللي غتمشي. الا كلشي داز كيف بغينا غادي نعترف بالكفاءة ديالك قدام كاع الشركاء والموظفين، اما لو وقع شي مشكل فداك الترقية ديالك غنسايها. ولكن ما كاين ما ولكن، وجدي شوانتك، عندك رحله جوج الاسابيع مع السي رضا الافران، من هنا لساعتين غنصيفطلك سياره العمل اللي غتوصلك. نهدات بحال لا غتمشي لشي حرب. واخا مشي بالرضا، وخرجات فيها كل غضب على هاد الرحله حتى تلاقات بإلياس فاي. صباح الخير يسرى، خليني عليك عافاك، مالك ثانيك لاباس؟ وداك الشعر بغاني نمشي انا وسيدة رضا البناني الافران، اش كتقولي؟ ونزيدك الحلا قال لك جوج الاسابيع كل نهار صبح لك مارس، اوف واش ما يمكنش تعوضك صفاء تمشي بلاصك؟ يسرى لا ما يمكنش، المدير الحاليه تاش كتشوفي اجي وانت جاتك عادي تمشي صفاء هي وراجل غريب بوحدهم. ها ايوا الخدمه وانا مالي. يسرى مازال مقصح راسك، علاش كتهضري؟ حتى صون التليفون ديالها كانت صفاء. قالو حبيبه اختي يسرى يرحم لك باك، هضري مع المدير راه ضربني البرد ما قديتش نتكحل بلاصي. اه يا اختي ما يكون عندك باس حبيبه، يا خو اخا صافي كوني هانيه الله يشافيك. قطعت الياس انا ماشيه للدرج بحوايجي، هضرت مع المدير قل لي راه صفاء مريضه. الياس مريضه ياك لاباس مالها؟ لا لا ما تخلاش غير يضربها البرد، وراك عارف صفاء نصها صبوحيط. يلا انا مشيت بسلامه. مشيت للدار جمعت حواجي وكاع اش غنحتاج فهاد السفر، حتى الدواء ديال الطونسيون حيت بان لي هاد السفر ما غايدوش على خير، لابد ما غيهود لي الطونسيون ولا يطلع لي السكر. المهم جمعت حوايجي ودرت مكياج خفيف شي توي ونسيت لافاليس ديالي وهبطت الباب، كنتسنى سيارة ورجعوا لرضا. سي رضا لبس واحد السروال جين مغلو وبودي بين عضلاتو ومونطو قصير كشمير كحل ما هو مفورمي، قال لي لبسها كتواتيه. كيف طوموبيلتو شد طريق لوطيل ديال الشركه، الحجز ليهم فيه برادا كذلك يوصل حتى هي. مشات وصلوا مع 10 الليل، كانت الثلج كيطيحوا لمده البرد حيت لوطيل جا فواحد الجبل عالي على حسب الارض قريبه منه.
يسرى يلاه وصلت مع الطلب شي نص ساعة غير هبطات وهي تشوف سيارة طريت عرفاته نازل في نفس الوطيل ولكن ما تسوقاتش. بونسوار اختي، عافاك الغرفة اللي محجوزة بسمية يسرى مستور. اه انتي من طرف شركة؟ وي سوارت عافاك، تفضلي. طلعت حلات الغرفة حطات حوايجها بحكم العيا، تلاحت فوق الناموسية على ظهرها ورجليها في الأرض، غمضات عينيها وبدات كتفكر. نهار جات هي وردة الإفران، لقات راسها توحشاتو بزاف وتمنات تكون كان حداها. بدات كتفتح عينيها هو يبان لها، خرج من الدوش نص عريان لاوي عليه غير فوطه، صدت على عينيها. واش كتحلم ولا هادشي واقع؟ نتا اش كدير في الغرفة ديالي؟ ولد حتى هو مصدوم، وانتي اش كديري هنا؟ اه هادي راه الغرفة ديالي، انا اللي حجز ليا سي مراته. لا ما يمكنش، راه الغرفة ديالي هادي. وصافي فتحي عينيك، راه لبست حوايجي. يسرا تعصبات، ما عرفت راسها باش تبلات. غادي تخرج دابا ولا كيفاش نخرج دابا وزوينة هادي؟ يسرا واش مصدي معايا نبقى في غرفة وحدة؟ رضا وانا شاد تكسري اللوطيل، اللوطيل عامر بالغرف. اش من غرف؟ سير نسانيت. قرب لوجهها وطرطق فيها عيني، شكون دخل الاول؟ دوخها. بدات كتبلع فريقه، انت ايوا سيري خرجي تقلبي على فين تبعتي. بقات جايه بدا بحال دار لها تنويم. واخا هزات لافالي ديالها وهبطات للاستقبال. اختي ممكن غرفه اخرى؟ دقيقه عافاك. كانت اسف، الغرف كلهم عامرين والاخرين محجوزين، كاين حتى غرفه اخرى. لا اختي ما يمكنش، ضروري ما تكون شي وحده والا انا فين غنبات؟ انا خدمتي هي عند المفاتيح، ما عنديش خبر اخر. عرفت شخصي، سيري جلسي في الريطه ديال الفندق، راه المود البرد وانا عيانه، خاصني غير نحط راسي. حتى داني نعاس فوق الطبله. لا لا نوضي، راه غنسدو. نعم اش كاين؟ لا لا راه ما يمكنش تباتي هنا. حقها البرد هزات فاليسا، مابقاش عندها خيار اخر من غير ترجع للغرفه ديال رضا. بدات كنطق في الباب. شكون؟ انا يسرى. انتي مالك؟ واش ما غنعسوش هنا هاد الليله؟ ابعص ليك انت تنعس وانا نتجمد برا. حيد حيد من قدامي، دفعتو سميت داخله. هاجي فين داخله؟ راه هاد الغرفه محجوزه بسميتنا بزوج وغنباتو فيها بزوج. بغيتي مرحبا، ما بغيتيش تنعس برا. رضا ايوا لا هاد الفندق ما فيه غير هاد الغرفه، بحال داكشي كلشي عامر. الليل هذا وما كاين اللي وصلني للمدينه، دابا غنعس وغدا يحلى. لا ما يمكنش، حيدي هاديك بلاصتي. وانا مالي، هذا نصي اللي محجوز ليا ونص كنعس فوقه ولا في الارض ما كيهمنيش. ومشكلة هادي، هز وساتو وفرج في العرض ونعس. انا بقيت كنتقلب ونقول نعس ولا لا، والو واش بغى يجيني نعس. شويه فتحت الباب ديال البالكون نشوف المنظر ديال الضوا ديال المدينه كيبانو بعيدين، حتى كنسمع صوت الغواز. ما عرفت واش تبليت. سدي سدي داك الزبل، واش انا مكتشوفينيش نعس قدامك؟ شوفي تسلج فين واصل، راه دخل. ايه بس كنت كنشوف فيه كيغوت عليا. باش من حقك تغوت عليا؟ راه قلت تبغيت نشم الهواء. غوت عليا حتى تزعزع. شوفي بلا ما تجهني لي، بغيتي الهواء خرجي لعندو، بغيتي تنعسي تكمشي، اما باش تفسحي عليا الباب وانا نعس لا. صمكني خوفني، بقيت غير كنفيبري. لا اراديا سديت هذاك الباب وتكمشت بلاصتي ودرت الوسادة على راسي وسقلت. حتى كيفيقني صوت ديالو كيقرا القران في الصلاة حيت كان الفجر، بقيت كنسمعلو كنتفكر نهار كنا كنوضو بزوج للصلاة. رضا حبيبتي يسرى يلاه نوضي نوضي حبيبها، الفجر مبقى له والو. لا لا عافاك حتى الصباح. رضا لا غتنوضي دابا، واش بغيت؟ بغيت نمشي للجنة بوحدي؟ خاص تكوني معايا حتى انتي. يسرى يلاه واخا حبيبي. هلا نايضة، بقاو دموعي كينزلو. ما حسيتش براسي حتى سمعتو. رضا انتي ما غاديش تصلي؟ صافي عملتي صلاتك؟ بقيت غا ساكتة. راني عارفك فايقه نوضي تصلي، جاوبتو انا ما عملتش صلاتي وهي اللي نوضي تصلي. اظنك حيت دابا نصلي كان مصر هي دابا. صافي انسى ماشي شغلك، ندير انا اللي بغيت. النهي عن المنكر واجب، وحتى انا عندي عذر وما غنقدرش نصلي. بقى ساكت. رجع نعس، بقيت فايقه حتى طلع الصباح. شويه هو يصوني لي التليفون. الو انيسه يسرى، وي شكون معايا؟ انا اللي مكلف بالسفر ديالكم. انا لا كنصلي على السرير ما كيجاوبش. اه راه ناسي، يمكن حيد ليه الصوت. انيسه الفطور غيكون واجد في الريستو من هنا لساعتين، غيكون طاشرون كيتسناكم في الموقع. واخا شكرا. شفت الساعه لقيتها 7:30. غنغسلت وجهي، دخلت حوايجي الحمام، لبست عليا سروال ومونطو ولي بوط و
ودرت الفولار ديالي وماكياج خفيف وخرجت، بقيت باقي لاحس. جمعت فراشي وبغيت نتسنى يفيق، والو. جات 8 والو، عيت كنتسنى باقي لاحس وثقيل. في الصباح بقيت كنشوف فيه هو كيف شي ملاك صغير ناعس، وانا تفكر فاش كنت كنوض للخدمه. رايده حبيبي نوض نوض ولا غنخوي لي شي صلب الماء. رايده هو صافي خليني، كان كيجرني وكيردني نحت حدا. نضرة على الحشرة. اشنو الحشرة؟ بسم الله عليك، حرام عليك، راه عاد 7. ايوا كل ما درتش هكا ما تفيقش، واخا فيك والله ما تبقى فيك. هاد رايده بقاني كتشوف فيه وكنضحك. سبحان الله، اسمح لي سهيت، نضرة غادي نتعطلو. وعلاش كتشوف فيا وكتضحكي؟ والو غير تفكرت شي حاجه. يلا نوض، انا سابقك لتحت. نسيت ساكي ورقيه وهوت للريستو، جابوا لي الفطور من داكشي. قلت كنفطر حتى كيبان لي جاي. نال شحال كيبان زوين، شحال كيجي مع المونطويات. كان جاي وكيهضر في التليفون وانا حاله فيه فمي صراحه، واخا مقلقه منه ولكن ما نكرش انه كيسطيني. ولكن دابا فات الفوت شويه، كيجلس في واحد الطبله وجابوا لنا الفطور ديال جوج الناس. هذا مالو، ما عرفتش علاش كي عجبني يفطر حدايا. شويه كنلقى الكارسون جايبو لعندي. هي الطبله المحجوزه سيدي. لا لا خويا معليش، نجلس ليه، هادي اوامر سيدي، انا غير كنفذ. قلت لي صافي غير جلس، انا كملت فطوري راني نايضه. قال لي جلسي غنمشيو بجوج، راك ما عارفاش فين جات الارض. يلا واخا صافي انا غنتسناك برا. قال لي قلت لي جلسي، البرد البرد برا. ما عرفتش علاش تبوش لحمي، عجبني الحال ملي فكر فيا. قلت بديت كنشوف برا، مره مره كنشوف فيه كنلقاه كيشوف كيحضر عيني. يلا نمشيو. مشينا شويه، لقيت الطوموبيل اللي جيت فيها كاع ما كاينه. اوا فاش غنمشي دابا؟ ركبي. لا لا شكرا، دابا جيت الطوموبيل. رضاينا الطوموبيل شيفور المدير ديالك؟ راه رجع في حاله. ركبي يلا، راه حنا معطلين. صدمت انا كيفاش. لا لا صافي شكرا، غنشوف تاكسي قرب لعندي. وشربي يدو على المنطقه اللي دايره بينا غير الجبال، كلشي ابيض بالثلج. انا غير قرب لعندي، شعري وقف. شوفي شوفي الطاكسيات كيمشي فين كيتسناك. واه راه حتى الطراموي راه جاي، شوفي شو هو يركبو. قال لي غتركبي مرحبا، ما بغيتيش شغلك هذاك. شفت حتى عيط، لقيت ما عنديش بديل وركبت. يسرى سمعيني مزيان، قما نزيدو حنا هنا على قبل الخدمه. انا باغي مشروع فوق الارض ديالي، انت ما كمهندسه غادي تصميه ليا لا اقل ولا اكثر. انت الا انا كنت راجل كنت سايله، كنا بزوج وديك الكرامه دوال وما عندي ما ندير بها. انا بغيت نتيجه ممتازه لدار العجزه المسنين، وانت ما عليك غير ديري خدمتك وحسبيني بحال اي زبون. واش مفهمين ولا نقولها بشي لغه اخرى؟ كيفاش غادي ننسى وانا غير كنشوفك؟ كنبدا كنقفقف وكنصلت لساني، كيفاش غنتصرف عادي؟ ولكن هاد الهضره فيقاتني، عندو الحق، ما خصنيش نبينلو، ما نبينلوش اني ضعيفه قدامه. يسرى قويه وغتبقى قويه. هزيت راسي للفوق وجاوبتو، حتى انا نيت هادشي اللي باغا. صافي امسيو رضا، كون هاني ان شاء الله غنكملو هاد الخدمه على اكمل وجه. كملنا الطريق هو كيسوق ساكت، وانا كنتمنظر في الطبيعه. شي يوقف حدا واحد الحانوت وانا نتفكر نهار وقفنا هنا. رضا حبيبه. نعم. انا قلت كلوريكس، ماشي هذا. رضا ورا ما عندوش مين غنبغي نجيبها لك. يسرى ماشي شغلي، بغيت كلوريكس هي كلوريكس. شويه هو يدخل كيشرب الماء، هاكي شربي. لا شكرا، وصلنا للارض. كان جات في واحد العلة، البلاصه عاليه شويه على الطريق في الدخله ديال المدينه، ارض كبيره. انا كنعاود لي عليها ولكن عمرو جابني ليها. لقينا الطاشر كيتسنى رسمو البلان. درت طربوش الخاص بالخدمه ودخلت جبت الباسي ديالي وبديت كنوري الطاشر المشروع ونفسر له. اما سيريطا فهو غير جالس وكيشوف فيا كنشرح للسيد، ومع انا ضحوكيه شويه كنهضروا ونضحكوا شويه. ويقطعنا رضا، أليس يسرى؟ كنظن السيد راه فهم. يسرى هادي خدمتي وانا اللي عارفه اش كندير. رضا ايوا هي اللي درتي خدمتك على اساس مهندسه ماشي بهلوانه. الوقت كامل وانت شعرت بواحد الفرحه في شكل، حيت واحد اللحظه بان لي بحال غير مهم ما عارفاش مناش. واش فاش شافني ضحكه مسوقه ليش، ولا حيت ضحكت مع السيد بديك الطريقه. المهم عصبتو، واش حماقينتي اش من شي هي، حنا كنضحكوا صافي، واش حرام؟ طاشر اسمح لي يا سيدي، ضحكنا ضحك عفوي وصافي، ما انتبهناش للوجود ديالك. رضا دابا سي انا بقدي بقامتي ما كنبانلكش. انا ايه وصافي سي رضا، موقع والو كنعتذر. اجي سي محمد نكملو خدمتنا. رضا ما كاين ما تكملو، كنظن بركه راه الوحده وانا راه مليت.
جاوبت انا مشي البناني الى من نسي يمكن لك تمشي، ولكن انا هنا كندير خدمتي، فاش غنسالي عاد غنمشي. رضا بدا كيهت الله يهبط فيا، وتما بقات شكون غيوصلك. انا ما عرفت منين جاتني هاد الجرأة، قررت ليه بزاف وشفتيه بكل مكان من المنطقه. بعد صمت طويل وعيني في عيني وقلت ليه واش انت مهتم بيا ولا كيجيب لي الله؟ توتر من ديك النظره اللي سحراتو، خلاتو كيرد البال تصرفاته اللي كتخرج لا اراديا. لا لا علاش انا غنهتم بيك؟ انا تصرفت عادي، واجب ديالي هذا. اش من واجب؟ انا مسؤوليه الشركه ماشي مسؤوليه كامسيو. واخا هكذاك انا درت معاك كيف غندير مع اي واحد، وزيدون جبتك غردك. حنا هنا سريدة جوج سمانات، واش كل نهار انت اللي غتجيبني؟ اصلا حنا خدامين بزوج ما فيها باس. نهت وضحكت مشاعري. صافي غير سير، كيف غيمشي من هنا سي محمد؟ انا غنمشي. سي محمد غيمشي لافران ماشي للجبل. راسك مازال قاصح وضلك صح. كان تسلم كيف ديما، ايوا هي لستي قدامي، ولكن الخدمه راه عندكم جوج سمانات، راه مازال غتخدمي. انا هنا كنخدم السي. لا لا باينه، زيدي زيدي. مشيت ركبت معاه، خلينا مورا نتعشر غير حال فمو. طرح كاملة وحنا ساكتين حتى قال لي كدير الحاجة. تنهت الحاجة الله يرحمها، قف السيارة. الله أكبر، إمزيت شي هادي عامين. أوه البركة في راسك، سمحيلي. ماشي مشكل. نزلو جوج دمعات ودغيا مسحتهم. دابا معاه من عايشة؟ بديت كنشوف فيه. وعلاش كتسول؟ مجرد سؤال، نبغيتي تجاوبي صافي. بدا كمل الطريق. عايشة بوحدي. بحال تصدم. ايوا ردي البال راسك، ما تخافش عليها. وصلنا للهوتيل وصلني ومشى. دخلت تغديت بوحدي ولقيت هانيت فرصة نعس حيت ما نعسش مزيان هاد الليلة. طلعت الغرفة وحيدت حوايجي، بقيت غير بسروال ونبوتي، وطلقت شعري حيت كيعجبني نغطي وجهي بشعري فاش كنكون ناعسة. وتلاحظت وقتها وسيا حسن من الوقت ما درتوش. سريطة دخل قيص ناعسة كيف شي بنوصة صغيرة، دايرة يديها تحت وجهها وجمع رجليها لعندها، بقى كيشوف فيها هو كيصارع إعجابه باش ما يسيطرش عليه، ولكن الحب الأول كان قوي ما قدرش يقاومه. قرب لعندها حتى كيلقى راسو كيحيد شعر على وجهها، وبس لها جبهتها وخطاها وخرج لبالكم. بدا كيقول يا ريت كيوصل ما تسرعتيش، يا ريت كدرتي عقلك، يا ريتك حيتي منك داك الغنان ديالك، وحنا دابا احسن زوجين. اشنو استفدتي انت عايشه بوحدك؟ وانا واخا والديا، ولكن فراقك صعيب. كنت كنبغيك بزاف، مازال كنبغيك. ارحمني يا ربي، حيد من عقلي يسرى حيدها. رجع بقى كيشوف يسرى لينا حسب واحد المره، حتى داها نعس حداها ونعسو الابطال ديالنا، حتى بدات كتفيق يسرى من نعاس وهي تقريضه حبيبها اللي ما كتقدرش تقاوم. ونعس حداها بقات كتشوف فيه وكتقول مع راسها يا ريتني ما تسرعتش، يا ريتني درت عقلي، يا ريت تحيت مني دق صحيت الراسك، وحنا احسن زوجين. كنبغيك يا رضا. حتى حسات بيه كيفيق وهي ديرها سبق نعسة. فاق وغطاها بس لها عجبتها وناض الحمام. هي فاقت فرحات حيت تأكدات باللي باقي كيبغيها. كنحلم بحلو فيها السرد، حتى نرجع كيف خسرتك وما غنمشي من هنا حتى نكون شادالك في يدك. هانتا ها انا عقل مزيان. نهضت قادات الفراش ليها كلها ثقة باش ترد الحب ديال الأول. دخلت البالكو بدات كتشوف الشمس كتغرب وكتفكر كشنو خصها دير، كيفاش دير باش ترجعو لعندها. طلب منه السماحة. لا 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 ما تقدرش، هو حتى هو غلط. تبين له كتبغيه. لا لا تا هادي لا. لقيتها غتشعل فيه النار ديال الغيرة. إيوا هانتا غتشوف السريدة، غنوريك يسرى علاش قادة. حتى قفزني بصوته، كتهضري بوحدك؟ دارت لعندو. لا لا المهم انا خارج بغا شي حاجه. هو الصراحه انا قلت هنا ما كرهتش نهود المدينه، ممكن تهودني. يلا نيت انا مهود لتما. اوكي يلا 5 دقائق نوجد راسي. دخلت الحمام لبست سروال سليم بلا مارين مزير، وميني بلط في الماغو عاليين وبودي في الماغو جاكر وجاكيت ديالو في الكوير قصر شويه، ورشيت البارفان ودرت مكياج نخاني بني وشال على الكتافي. المهم جيت غزاله وخلاص، هزيت ساكي وخرجت لعندو. كان جالس في الكافيه ديال الهوتيل كيشرب القهوه، غير شافني ويمزق ديك القهوه بدا كي كحكي غياكلني بعيني. شي دور راسو لقى كلشي كيشوف فيا ويجي بالزربه، جرني للطوموبيل وركب وكسيره.
ما هدرش معايا كاع، حتى انا بقيت غير بتاس بحيت داكشي اللي بغيتو وصلت ليه. زيد السريضة، زيد نوريك العيالات على ايش غدات. شي هو يقول لي فين بغيتي نحطك؟ غير في شي مركز تجاري. قال لي المهم انا غنشوف واحد الصديق ديالي ساكن هنا، فاش نبغي نطلع دابا نصليه ليك. اوكي، وردي البال الداكس بقى غير في المركز، لو بغيتي تمشي صوني عليا. اوكي بيا وبيك ولا بيك يا مسيو. واخا حتى حدا المركز، هو تغير حتى رجلي تحت كل شي دار كيشوف عندي. حسيت بيه تصير معليش هادشي اللي باغا انا نيت. سديت الباب وسكنت قرب، وزيت كندير ديك المشيه شويه معوجه. بداو كيهضروا معايا وانا عاجبني الحال، ماشي حيت بغيت نلفت النظر، انما حيت بغيت يشوف هو. مشي يقرب عندي واحد لواحد، مال زين غادي بوحدو بعد مني. ما تشد ليا في يدي وانا تعصبت طلق مني، ما حسيت حتى لقيته طايح في الارض. وريدا كيف شي تاور هايج موراه، بقيت شاده غير على فمي حتى جرني للطوموبيل. زيدي ركبي، زيدي زيدي طلق مني قصحتيني، زيدي خاصك تركبي وزاد كثيره بالغوات. واش هذا الباز الناس المحترمين؟ اها اش تقزاب دابا؟ كل ما كنتش شكون غيفكك من يدو؟ انا بقيت غير ساكته حيت عارفه على السك المحترم غيقلبني انا وهاد الطوموبيل، لهذا التزمت الصمت حتى سال هضرتو وانا نقول واش خفت عليا رضا؟ بحال صدمت، ولكن دغيا جاو. انا تصرفت كاي واحد ما بغاش بنت بلادو يتعداو عليها. واخا ليش كتلم حتيا؟ والو، بقينا ساكتين حتى وصلنا. احنا وصلنا، يلا زيدي قدامي طلعي دغيا راه د العشاء باش تمشي تصلي. واخا يلا غير سير. شاف كلشي كيشوف جهتي ويتبعني حتى وصلنا لاساس. انا تما قلبي كان غيسكت حيت كنا مقربين بزاف. انا توترت عكس هو اللي كان عادي. وصلني للغرفه متاكد حتى دخلت ومشى. بقيت كنقص بالفرحه، واخا اول مره نفرح مني زاف عليا شي حد. كنتفكروا فاش كان محصب، انا متاكده باللي مازال كيبغيني، كيبغيني كيف ما الاول. شنو زعما 3 سنين هادي من ثاني؟ شنو زعما ما تكون في حياته وحده؟ لا لا ما خاصنيش نفكر هكا، حتى حاجه ما غت تحبسني. انا غنرد حبيبي ليا وكنظن هاد الطريقه غادا تنجح. المهم بقيت مدابزه مع افكاري، وانا تبدلت عليا ودوشت وخرجت. كنشف شعري حتى كنحس بيه دخلت، وتصرت حيت شاف شعري فاز قرب لعندي وانا غير مصمكه. بدا كيحيد لي شعري وكيشم باقي نفس الريحه، انا غير مصمكه. جاتني تبوري شاف داك يقرب كثر حتى صون التليفون ديال الغرفه، مشى كيجاوب وانا خلاني كنتحف داك التليفون اللي صون. الو بسيوري، ده العشاء واجد؟ واخا حنا جايين. العشاء واجد، انا كنتسناك لتحت. صافي مشى خلى فيا الحافيه شاعل. هذا علاش كيتصرف معايا هكا؟ اوف، ولكن ساعه على ساعه كيزيد كيعطيني امل نكمل اش بديت. المهم لبست واحد الغرفه طويله بليدين ملبسه كحله مزيره بين هاد لاطاي ديالي، ودرت شارلو او بارفان وماكياج مثير كحل، وهو توال على الحيحه. قلبت فين جالس، جلس حلا بقى غير كيخنزر فيا. ماشي شغلي ماك على هاد الحاله، ماك جاي العرس. بحال حسيت بيه بحال قماني، حسيت راسي وشفت فيه مخرجه في عينيا. ماشي سوقك؟ اها سهل. بقينا ساكتين، جابوا العشاء وتعشينا في هدوء. واحد شويه ويطلب مني الاذن، انا غنمشي الحمام تسناني هنا الى عيانه طلعي. لا 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 غنتسناك. مشى وجا عندي واحد المنسوب باينه فيه عنيبه، الزين جالس بوحدو مبغاش الوناسه. بقيت كنشوف فيه خليني عليك سير فحالاتك، ويجلس بلا صريضه. ويلا ما مشيتش انا فكرت وقلت هذا يمكن بصالحي. سولته شو سميتك؟ ايوا دابا مزيان. انا لاله سميتي جمال، وانتي؟ يسرى سميه زوينه. وجيتي بوحدك؟ لا لا مع الزميل ديالي. جريدة شاعل عيني حمرين وهضر حتى قفزني. سمحوني الا قطعتكم، بغيت غير سوارتي. خنزر فيا تما عرفت راسي قفرتها. هز سوارتو مشى. انا جيت نايضة نتبع، ولكن لا خاصني نكمل الخطة. هذا مالو؟ ما عرفتش. الشاب اللي قدامي عارفيني براسك يسرى. مهم غدا نتلاقاو، مازال راك هنا ياك؟ انا هنا حتى الاثنين. صافي يلا غدا سيدي نفطرو مجموعين. والله يا ودي يلا تصبح على خير. سلامة. طلعت وانا ما عارفاش كيتسناني، ولكن اللي عارفه هو خاصني نخليه يموت بالغيره حتى نشدو متلبس عاد نواجهو.
دخلت لقيتها في البالكون وما ديتهاش فيه، نسيت حوايجي ودخلت الحمام لبست كانت ما باش غنعس، وجيت لبلاصتي شويه مشيت لعندو. واش ما غتنعس؟ ماشي شغلك. ضل عندي معصب، شفتك دغيا ساليت القصارة. ها اش من قصارة؟ شدني من عرقي وزير عليا الحيط. شو زعما انتي ما لقيتي اللي ربيك؟ طلق مني، شمن تربيه بزاف عليك انا. لا لا بزاف عليا نيت، نهار كامل وانتي من الراجل الاخر هالطاشرون هادي الافران كملتيها بهذا اللي في الريستو، هادي ماشي يسرى اللي عرفت. طلق مني ندير اللي بغيت، شكون انت اللي تحكم فيا؟ طلق مني ورجع للور. عندك الحق، شكون انا؟ خلاني نمشي نعس، على بالي بلي هذا هو الوقت المناسب اللي نتقرا فيه منه. ما نسيتش ندخل من عمر، مشيت لعندو قلت له رضا مالك؟ ممكن نهضروا؟ ضل عندي شنو باغا؟ رضا انا ماشي كيف كي حساب لك، انا غير بغيت قمعني. ماشي شغلي فيك، ديري اللي بغيتي، اصلا شكون انا اللي ندخل فيك؟ انا ما عجبنيش الحال، كيفاش انا كنهضر بشويه هو شاعر عليا؟ عندك الحق، اسمح لي. خليتو مشي تكمش بلاصتي، بقيت شحال دايره راسي نحسه، ولكن انا فايقه. هو كان يشوف فيه هي ما كيتقلب، عرفتو حتى هو ما جاش نعس. شفتي كنحس به جا عندي قرب ليا راسي وبدا كيلعب لي في شعري. علاش ما قدتش نصحك؟ حبك باقي في قلبي انتي حبي الاول والاخير، كنبغيك يا يسرى. انا باليا شديت ومتلبس جلايد وانا نشدلو في يدو. دار عندي ما عرف راس باش تبلا، كان كيحسب ليه نهسه. قلت ليه حتى انا كنبغيك، انا عارفه بلي باقي كتبغيني، ودابا تاكد سمحت بودنيا. قرب لعندي حسيت بلي ملكت العالم وما فيه، حتى هو نفس الشيء، حتى كنحس بدموعي هابطين. بديت كنبكي وما عارفاش علاش. قرب لعندي كيمسح ليا دموعي. علاش يسرى كتبكي؟ علاش ضروري راسك وطلبتيني معاك؟ شت الماضي مات، حنا ولاد اليوم. كنبغيك رضا، خلينا نبداو صفحة جديدة، أنا واثقة غادي نعوضك على كل ما فات، حتى البارح ونسى حتى اليوم، صفحة فيها غير أنا وياك من هاد اللحظة، لآخر يوم في عمرنا. شوف لك على الكسكوسة ديالي ولا تعرف تعبر. رضا شنو دابا كضحك عليا؟ رضا وبدينا تاني، وأنت اللي بديتي، وزعما دابا عاد صالحنا. بقينا شحال وحنا كنتهاودو وكنعود عليه على كل مطرف موراه، هو كذلك حتى أدى الفجر. صلينا صلى ورجعنا لحسنا، ما حسيت براسي حتى لقيتو كيخربق ليا في شعري وانا فاتحه عين وحده. حبيبي صباح النور، صباح الخير، كيطرا وجرى متين تاع الاول. بدا كيضحك الفرحه. يلا نوضي لبسي عليك نفطر ونشوف خدمتنا. يلا واخا. ودخلت الحمام لبست سروال سليم كونفيرس وجاكيت ديال الكوير ودرت مكياج خفيف وخرجت لقيتو حاط لي ورقه مكتوب فيها انا في الكافي كنتسناك. هوت لعندو، انا جيت بدا كيطلع فيا ويهود. رجع 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 فين رجع ناري؟ غتبدلي ديك التبهدله. بدا كيخرب لعندي، راه يشوف فيك غير واحد مثلو ما غير راسك. يلا خلاص. جيت كنجري طالعه، جيت طالعه وعاجبني الحال حتى كيطلقني داك المنتوف د البارح. قرب لعندي باغي يسلم عليا بالوجه، انا جمدت عارفة فريده كيشوف فيا. نهاري ما مشيت فيها تاني دفعت وقلت ليه اش كدير؟ ايوا ما تكونيش منغلقه، انا غير سلمت عليك. وي تمرا نايض ريضا. سيدي سيدي مراتي من غلقه، غتبعد من هنا ولا غنغبرك من الدنيا كامله. ريضا عفاك، ريضا غتسكتي انت حتى معاك هو الاخر. جمال مراتك واش هاد في ليال ما تعرفش على غير البارح وقتلتني انت زميلها. ريضا ما تخلينيش نوسخ في يدي. جمال ما خايفش منك. نهري تخلات، ناري ناس كاملين كيشوف فينا بركه. جمال كيبدا كيشوف نظرات ديال المكرم. ياك حبيبي دوزنا الليله زوينه شنو نسيتي؟ وفجاه هو يشد ليا يدي. رضا جمع يديك، ضربو حتى طيحو. تبان ليا باغي تجمع دعمك، ما جا ما يفرق ليا. جمعو سيكوريتي وطلع للغرفه معصب، وانا تابعه عارف راسي اليوم غادي ناكلها. تبعتو حتى للغرفه بديت سما كنهضنو حتى هو يصرفقني لصقني مع الحيط. شنو زعما انتي ما عندكش علاش تحشمي جاي لعندي وانا داير هاد الحصيات ياك؟ صدمت، اش هاد الهضره كتقول؟ علاش عطيتيه وقت؟ علاش راه بغيت غير حسيت حتى عطاني واحد التصرفيق اخرى. جاتني طيحه الارض، ضربني وخرج خلاني جالسه كنبكي على راسي. شنو درت؟ كان عليا نصارح بالهبل بالخيب، ولكن ما عندوش الحق يضربني. المهم انا غسلت وجهي حتى صونا لي التليفون. الو مسيو برادا، راني سيسرى
بغيت غير نعلمك بلي اليوم الاحد ما كاين فيه خدمه، غيب لما تعدو حتى لتما ما غيجي حد. اه اوكي امسيو. لقيت هانيت من الجيل التي من الناس ما فيا اللي يمشي وما عنديش العقل اللي ركز به. عيط لهم دخلوا لي قهوه وجورنال ومشيت للباركو وبديت كنقرا اخر الاخبار حتى كنسمعو دخل ما ديتهاش فيه قرب عندي وجلس حدايا. يسرى سمحي لي، رفعت لك يدي. انا بغيت نتفتش عليه زعما شويه. سهل عندك سمحي لي. ايوا انت ويقاتني انت اللي درتي علاش يا يسرى حبيبه؟ راني ما كنستحملش يشوف فيك واحد اخر. عارفه وملي عارفه علاش عطيتيه فرصه هكاك يلصقك؟ درتها باش نرجعك. صدمته كيفاش؟ انا راضي عمري بس هكاك هادشي كامل غير باش نخليك تغير. نهار مسيني في جبهتي غطيتيني، انا كنت فايقه وعرفتك باقي كتبغيني، داكشي علاش واحد نفسي غادي نرجعك ليا وما لقيتي غير تلعبي لي على اعصابي. ومن الحب ما قتل. العفريته بدا كيضحك قال لي ما عمرك ديري هكا وتلعبي لي على اعصابي. يلا يلا نوضي يلا نمشيو للخدمه. لا لا ما كاينه خدمه اليوم، اليوم الحد. يلا علمني يا مسيو براده. هكداك ايوا شفت هاد مسيو براده مهتم بيك سوا بزاف. وريضة وبدينا عاوتاني وعلاش ما عيطتش ليا انا؟ علاش ما عيطت لك انت؟ نط ايوا سير سولو انا مالي اجي اجي لهنا بعدا. شنو الكسكوسه تقلقتي؟ اجي قول لي حنا دابا فين غاديين؟ حنا جالسين. انا ما كنهضرش على الجلس، فين غاديين بهاد العلاقه؟ غادي نلعبوا الحبيبه. ما فهمتش غنزوجو مره اخرى؟ رضا ما غنسمحلش تهوري هاد المره. شنو زعما غادي نديك مره اخرى؟ لا ما غتدينيش انا، انا اللي غادي نديك. غنطلب يدك من خوك ياسر. اه فكرتيني شحال هادي مسكين ما هضرت معاه توحشتو، غيكون تشوش عليا. ساليو هاد الخدمه ونعيطو ليه يجيني باش نتعرف عليه. يا خويا مسكين شحال توحشتو. رضا وانا ما توحشينيش. حنيت عينيا الارض زعما حشمانه. اكيد حسنتها رضا. المهم سمعيني، غير غنتزوج وغتنسي الخدمه. ها رضا وشنو غادي تهوري مره اخرى؟ اوكي حبيبي ندير اي حاجه وما نخسركش مره اخرى. ايوا هكاك يلا نوضي نهودو للمدينه ندورو شويه. هي الاولى انا جيت نايضه وهي شدني بعيني عيني. نوريك بعدا اش غتلبسي. غتلبسي واحد السروال واسع ومونطو حتى الركبه. بقيت كنشوف راسي في المرايه ونضحك، جيت بحال ديك المعلمات شحال هذا. لا مستحيل نخرج هكا. رضا كيشوف فيا وكيطلع يهبط. غتخرجي هكا ولا من ناقص؟ غنمشي بوحدي نقلب على اللي تونسني. ياك السردة هو غحلم، ولكن هكا كنبان بحال شي وحدة جاية من جبل. رضا هي كان في عينيا غزالة. ايوا واحد اخر يشوفك جاي من جبل، انتي اش بغيتي برأي ديالهم؟ عرفتي شنو؟ سيري سيري جيب لي ديك اللبسة اللي كيلبسوها فاش كيبغيو يدخلوا عند النحل حسن، وزيدي قدامي وما احسن لك تلبسي هكا ونخرجوا هاني ونقتل شي واحد ونبات في الحبس. وزيدي انت راسك صح من الحجر، عمرك ما غادي تبدل. مشينا لواحد البلاصة عزيزة علينا، تغدينا ودوزنا النهار كيحمق هكاك. من هاد الاسابيع وصلينا للخدمه بدا العمال في البني ودابا كنجمعوا حوايجنا حيت غدا راجعين. رضا حبيبي. نعم حياتي. عرفتي الوعد اللي عطيت لراسي؟ شنو هو حبيبه؟ شديت له في يدو ورجع شاد لك في يدك بحال هكا. زاد زير لي على يدي وانا غنعطي وعد اخر. وهاد اللي يدينا حبيبه عمرهم غيطلقوا من بعضهم. بدا كيقرب مني وانا ندفعو ايه مازال حنا ممزوجين جديتي. نضنا الصباح بكري وشدينا الطريق وحنا ضاحكين، مرة ندابزو مرة نضحكو. دازو ديك جوج الاسابيع بحال الريح. الله الوقت الزوين شحال كيدوز بسرعة فاش كتكون حدا اللي كتبغي. المهم وصلنا حطني في الدار ومشى. انا دخلت الدوش وجبت سابن حتى المغرب وانا توضيت وصليت وخرجت باش نتقدى. اش خاص للدار؟ انا خارجة ونلقى ناصر. يلا باغي يدق. اهلا ناصر اش اخبارك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك كي داز العمل؟ ولكن انت هادشي غنهضرو فيه في الاجتماع ديال غدا. يسرى ممكن تقبلي عرضتي نتعشاو؟ انا جيت نجاوب ولا القريضة واقف طوموبيلتو كيخنزر فيا. بقيت كنتهرب من ناصر باش ما نطيحش في المشاكل مره اخرى حتى نزل وجه لعندنا. رضا سي ناصر لاباس عليك؟ ناصر تصدم من الوجود ديالو. لاباس اخويا واش ساكن هنا؟ رضا لا ولكن حبيبتي ساكن هنا. ناصر اه مزيان، انا لقيتيني جاي عندي يسرى لا بغات تقبل العراضه ديالي. رضا ايوا شنو لا لا يسرى تقبلي عراضته؟ بقيت كنشوف بيناتهم. لا لا
بغيت نقول زعما عندي بزاف، مي رضا سمعتيها اش قالت لك؟ لا ناصر، ولكن انت اش دخلك في هاد الامور بيني وبينها؟ ياك جيتي عند حبيبتك وسر عندها. رضا وهاني حداها، وشد لي في يدي وشد فيها وغنديها تعشى معايا. ناصر تصدم، شنو واش بيناتكم شي حاجه؟ اه ناصر، انا ورضا كنبغيو بعضنا. ناصر لا ما يمكنش، بنت زوينه صغيره بحالك سدي واحد مطلق. انا زعفت ملي قالها، حتى انا مطلقه اليوم، يمكنش واحد زوين بحالك انت حدا مطلقه. ناصر كيفاش؟ اش ما قلتيش ليا هادشي ديك النهار؟ رضا انا نهار يسرى تعصبت. اوف ناصر، انا كنبغي رضا، وانت رضا بارك كما تبقى غير تصندق فيا وصافي، كنظل كلشي واضح. رضا حبيبي وناصر زميلي، علاش كتقلبوا على شي حاجه اخرى؟ رضا نفض يدي ومشى جمع شي ويدور عند ناصر اللي باقي جامد. ايه انت واش غتبقى مسمر تما؟ وانتي يلا دخلي لدارك الليل هذا، سيري سيري تجلسي بارك من التخطيط. مشاو خلاني حاله فمي، دخلت للدار درت بالناقص كاع من تقضيه. ناصر مشى فحالو، انا اللي كامل ولا كنصوني عليه ما كيجاوبش حتى صباح صباح جديد. لبست الحوايج ديال الخدمه وحاولت ما امكن اني نلبس حوايج واسعين، ما كانت على سطح خصوصا غيكون في الاجتماع. وصلت للشركه كيف العاده، طلقتني صفاء ابتسامه عريضه وطات عليا بتعنيقه، الزين ديالي على السلامه ناري شحال توحشك. حتى انا الزين ديالي فين الياس؟ هاي 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 دغيا توحشتيه؟ اش كتخربقي انتي؟ الياس شاد كونجي مشى عند والدي الكازا. اه مزيان صفاء، وعرفتي علاش مشى؟ علاش؟ باش يجيب والدي. فرحت لكم اختي والله يكمل عليكم بالخير. الياس شاب مزيان غادي يعيشك اميره. هي مصدومه ومصدقاش ودنيها. صافا اش كتخربقي؟ كيفاش الله يكمل علينا بالخير؟ وداري شحال مقصحي راسك، علاش مخبين عليا هكذا؟ ولا زعما اللي كنعاود لك كلشي؟ وعلاش كتقولي بحال باغا تباركي لي؟ تقلبوا عليك العرار؟ جات ساره يسرى، المدير بغاك. واخا انا جايه. صافا احسن شي نجي نعاود لك. لا ما يتقال. مشات وخلات صافا واحد الحيره. مسيو نقدر ندخل؟ يسرى زيدي زيدي دخلي، انا باغي نهنئك على هذا الجهد اللي درتي في العمل ديالك، حمرتي لي وشي الريحه من سيدي. انا كندير غير الواجب ديالي. يلا يلا كلشي غيتسنى في القاعه. ضنا دخلنا القاعه، كلشي كان حاضر حتى ناصر ورضا. ناصر كان كيشوف فيا شي اشوفات بحال ما عرفتش شكون قتلت ليه. اما سي رضا شاد التليفون ودير فيها ما راهش فات العالم. السلام عليكم. كلشي مع عدا رضا. وعليكم السلام المدير. اليوم انا باغي نهني يسرى مسطور على هذا المجهود وتفانيها في العمل، داكشي علاش غنعلل قدامك على الاعضاء والشركاء حتى الزبون ديالنا ملي ترقيها لمنصب نائبه ورئيسه المهندسين. كلشي بدا كيصفق. انا فرحت بزاف وعارفه هذيك الرستار وغيخرجني من هنا. اما هو بقى غير ساكت وداير واحد الضحكه زعما غير حلمه. ناصر مبروك انيس على هذا المنصب. وما جيتو انا عاد رضا جمع ضحكته وبقى كيخنزر. سلمت عليه حتى انا بالتفريطه. شكرا كاع الاعضاء سلموا عليا. ناصر انت سير رضا ما غتهناش على هاد الترقيه. رضا انا غنهناها بطريقتي، ولكن حتى نخرج من هنا عرفت راسي اش كيتسناني. جحيم جحيم ماشي تهنئه. بقينا كنتناقشوا في الخدمه حتى سال الاجتماع ومشيت ديريكت للمكتب ديالي حتى كنلقاه مورايا. شنو هربانه؟ هضرت لعندو. وعلاش غنهرب؟ نسولك بلا سد الباب وخرج فيا عيني. انا بقيت ساكن تفتف على الحاج وهو الاخر حط النظره كتوترني. دابا باش بغيتينا نبداو؟ واش بالبارح اه فاش لقيتك مع داك المصرفق حدا دارك واخد راحتك؟ ولا على هاد المكياج؟ ولا على هاد الراحه اللي كنتي واخداها مع الرجال الداخل؟ ولا ديك السلام؟ اه باش غنبداو؟ حيد عليا، مالي انا درت هادي؟ راه خدمتي وهداك اللي داير فيك هاد الحاله انا ما كنتش واقفه معاه. خرج غنتسخر، لقيت وحده الباب وواحد مازال تعصب. اه حدا الباب، لا لو كون ما تصرتيش عليه كون كاع ما يجي لدارك. حبيت كندفع فيه في صافي بركه عليش من دام درت. لا هو جا جابوه رجلي، وديما العيب في المراه. وزيدون انا ما متصر حد عليا. واش كان كيدير عندك؟ واخد راحته ولا اش؟ من نهار كان كيدوي على والله اش كاين مورا ظهري. ومالك يا رضا على هاد الغيره ديالك؟ مغش حيد، هادي راه ماشي غير هدا، راه مرض. وبغيت كنبكي، كلشي تجمع عليا. انا ما دايره والو، موراك كنحلف لك انت الوحيد اللي كنبغي وراه قلتها لك. حداه مالك؟ مالك تمرض راسك وتمرضني معاك؟ ارجع راسو قرب لها وشد لها وجاها من يدي. حبيبه راني ما كنستحملش نشوف شي واحد واخد راحته معاك، راه الضحيكه وهاد الشوفات ديالي بوحدي
حياتي ديالي بوحدي. خارج على ديالك، ولكن حيد منك هاد الوسواس، راه المجتمع هذا وكل واحد وضميره كيفاش كيفكر. لا يسرى، انا ما لقيتش نشوف شي حد معجب بك. لا تقدر، وكي غندير؟ غتيق فيا انت؟ ما تيقش فيا، كنحلف لك الا انت الوحيد اللي في قلبي. خلينا ما نعاودش نفس الخطا الاول، عافاك. خلينا مزيانين، انا ما نقدرش نخسرك مره اخرى، حتى انا ما غنخسركش حياتي. وهي لو وريتني ديك الضحكه اللي توحشها، وليت كنشوف غير تخنزير. انت كيضحك، شفتي شحال كتبع زويون دابا؟ انت كتدخل صفا كتلقانا مقربه بين بعضنا، بدات كتحنحن. سمحوني ما كنتش عارفه. صفا توترات، زيدي زيدي تدخلي، حنا كنا غير كنهضروا. رضا حياتي، انا مشيت غندوز عندك مع 12 نتغداو بزوج وغمزني. اوكي تهلا فراسك. مشى حياتي. مالك؟ الا فهمت شي حاجه الله يعطيني النعمه. جلسي جلسي، انا نعاود لك، انا وريضة تصالحنا وغير غنساليو هاد الخدمه غادي نتزوجو مره اخرى. صفاء تصدمات. لا 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 لا، ما مصدقاش هادشي اللي كنسمع. ياك اخر مره سمعتك كتقولي كتكرهي، وقال لي الياس مشيتي مع الصبال ديك الصفر، ولا قولي لي الصفر هو اللي رجعكم بعدكم. بلاصتو في قلبي باقا، انا راجل الراجل الوحيد اللي بغيت واللي غنبقى نبغي حياتي كامله هو رضا. صفاء جلست على الكرسي. وإنياس مسكين اللي طمعتيه، وراه مشى لكازا على قبل يجي يخطبوك. هنا كيدخل رضا اللي تبارك الله عليه كيجي غير في الاوقات المناسبه. شكون هاد الياس؟ رضا حبيبي، اش كاين رضا؟ نسيت التليفون هنا. شكون هاد الياس اللي طمعتي؟ رضا عتق بيا، انا براسي ما فهمتش. صفاء ما عرفتش علاش كتهضر. صفاء اش كتخربقي انت؟ طمعت انا شي الياس؟ دخل الباب وخرج. اوه فعاوتاني. صفاء داي سمحي لي اختي، والله ما قصدت ندير لك مشكله، ولكن انت اش كتخربقي؟ شكون طمعت انا؟ صفاء ايوا صحتي، انت اللي عطاك الكارسو الرساله، بديتي كضحكي وعجبك الحال، وحتى فاش جينا قلتي للالياس راكي فرحانه. مالك واش نسيتي؟ بديتي كتذكر دوك اللحظات. واش انت مصطيه؟ انا حسبني انت اللي كيبغي ماشي انا، وديك الرساله حسبني مصيفطها لك انت، فاش ما لقاكش الكارسو عطاها ليا. وزيدو انت اللي كان كيقول لك كنبغيك ماشي انا. واش التخربيق هذا؟ صفاء ولا الهبيله، كان كيقولها ليك، انا غير كنت فرحانه ليكم. ناري انت فاهمه غلط، ولدو المسكين طاير بالفرحه، والله حسب بقى في حشومه عليك. كنت كنشوف في هادي مالها، ولكن انا ما كنت عارفه والو. زيدون اخر واحد نفكر فيه هو انياس، اصلا انت اللي مقربه ليه بزاف، هو غير اعجبو ليك هو اللي خلاه ما يترش معاك بزاف، ولكن راكي عارفه حشومي. اوف، حتى كنقادها من بلاصه كتعوج من بلاصه اخرى. وانتي كيفاش رجعتي لرضا؟ قلتي ما كتفهموش. اختي لقيت راسي ما كنقدش نعيش بلا بيه، حتى هو كيبغيني. بقيت كنعاود لها على كاع التفاصيل ديال الرحله، وهي غير كتسمع وتضحك. والله اختي حتى فرحت ليك، ومن جهه اخرى كنفكر في الياس. اختي لكت عندك عزيزه، تصرفي فكيني هذا المشكل. وزيدون انا غنخرج من الخدمه وغيبقاش يشوفني. صفاء تصدمات. شنو اش كتخربقي انت؟ راكي رئيسة علينا دابا. ايوا هذا هو الشرط ديال رضا. ايوا اش غنقول لك، انت اللي غتعرفي حياتك اكثر مني. غير هو هذا راه منصب ماشي سهل، وفرصة ذهبية. انا الدنيا وما فيها هو نكون حدا رضا. ايوا سبحان مبدل الاحوال. نوضي نوضي، خليني نكمل خدمتي ونفكر كي غندير هاد الحريره. هما من حريره الحريره هاد رضا اللي ما عرفتش كي غندير طول الطريق، ولا الالياس اللي وقع في سوء تفاهم. مشات صفاء ويسرى، وصلت حتى 12 بقات كتصوني على رضا باش يتغداو بزوج، ما كيجاوبهاش. ومشات تغدات بوحدها، شويه كتلقى ناصر جلس حداها. هنا بقات غير كدور في عينها، لا يبان ليها رضا فشي قنت، عارفه كيهضر غير في هاد المواقف. واش راكي هنا بوحدك يسرى؟ خويا ناصر الله يجازيك بالخير، خليك زميل ديالي غير في الشركه الله يرحم باك. ناصر علاش كتهضر معايا هكذا؟ انا بغيت غير نهضر شويه. انا ما عندي فاش نهضر. وزيدون حنا هنا نايضه، ما بقيتش ما غنتغدى. ناصر ايه حبسي، مالك اش درت لك؟ راه انا اللي خاصني نتقلق على ديك القمعه اللي درت لي حدا ديك النهار. واش انا بيني وبينك شي حاجه؟ واش انا خويا وعدتك بشي حاجه؟ دابا خليني عليك الله يرحم باك، راه ما كندير لا بيدي لا برجلي، كتجيني الدقه. دابا نجي غير فيك شي جنون وبان لك ناصر تبرديهم فيه. شوف الله يرحم الوالدين، الله يخلي لك ما عزيز عليك، خلينا اصدقاء عمل، ما بغيتش مشاكل مع رضا. ناصر بزاف كملها وشملها، تقال ليا هذاك الراجل هذاك راه ما دايرش فيك حتى الثقه، كاين شي حب لا ثقه. حسبني ما سمحش لك تهضر عليه هكاك، مشيت فحالي الخدمه مع راسو.
والله يا بنت الناس على هذا الرفض اللي درتيني، حسن عيشك في المرار. شو داك صحيبك والله لا تهنيتو، حسن رجعك ليا ونخليك تنمي على النهار اللي تعتي فيه. انتي ما عارفه شكون كتقمي، هذا ناصر واجرك على الله. رجعت يسرى الخدمه، كملت ديك العشيه بزاف ومشات للدار دوشات وصلات، بقات جالسه كتفكر كي غدير في هادشي. بقات كتصل بريده ما كيجاوبهاش، اوف واجهو مشاو بريده. يا ربي قدام اللي من تعواج من العسر، يا ربي وكي غندير. بقيت كندابت مع راسي حتى داني نعاس. يوم شو عند ريتها اللي مشيت عشا مع والديه، مساء النور الوالدة. اسعدي بولدي، زيد زيد دخل، كي داير كي داير الوالد، كي داير مع الخدمة، كلشي مزيان؟ عرفتي جيتي في وقتك ولدي. علاش الوالدة؟ باكو السيكاري راهم باقي في ميريكان، والحاجة توريا مرات السيكاري ما عرفتيها. واه واه مالها؟ شو الخدامات ديولها عطلو، خافت مسكينه وبغات تجي هي وبنتها يباتو عندنا على ما يرجعو الخدامات. ها يوم مزيان، امتى جايين؟ الام شيو شيو غادي يجيو. ايوا نخليكم على راحتكم، دوزت نشوفك تكون خاصكم شي حاجه. لا لا والله ما تكون الا وجالسه تتعشى معانا. وابتسمت ومن هاني تعرف على ليلى الوريده. الله يهديك مره اخرى. لا لا والو والو، حتى تسمع الدقان نعيمه فتحي الباب. رضا مع راسو ايوا نديرو لها الخاطر، وفي التالي نقول ما عجبتنيش وباش حتى ديك يسرى تحس باللي كنحسو. يلا واخا انا جالس. فاطمه اهلا اهلا ومرحبا بسوريا، كي دايره لاباس عليك؟ سوريا لاباس اختي وانتي؟ اه ولدي رضا هنا. رضا اهلا خالتي سوريا، كي دايره لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ واحد سيكاريم برا شويه شويه لاباس عليه؟ سوريا لاباس يسولفك الخير. ايوا حنا معدين. فاطمه فين هي ليلى؟ ما بعتليهاش. اه راها برا، شدتها واحد صاحبتها بالهضره في التليفون وقالت لي نكمل ندخل. فاطمه ايه وكبرات بعدا تبارك الله. رضا كي سكتوني اليسرى، اسمحوا لي نجاوب. خرج للجرده. الو ماك من الصباح وانا كنصوني حتى داني نعاس، شنو بغيتي؟ والو قلتي لي 12 لقاك واجده وما جيتيش. رضا ومن بعد بلا دوك الفوش عاوتاني، شاف ليلى جايه لجهته ولقاها فرصه باش تسمع يسرى. اهلا مرحبا بليلى، ناري على الصغيره كبرات وزيانت. يسرى سمعت صوته. الو رضا ما من كتهضر؟ تلفت عندو ليلى. وما زيدتش فيه انت رضا ياك؟ اه هو هذا، اش كدير في هذا البرد؟ راه غير ضربك البرد وما بغيناكش مرضي لينا. كيعجن في يسرى ونسى ليلى اللي كيحسب لها بالصح. اما ليلى طاحت في شباكو، حسبتها نيشان خايف عليها. لا لا كون هاني. يلا يلا زيدي دخلي للدار كيتسناو فيك، انا نكمل واحد الاتصال ونلحق عليكم. ومشات. الو ما كنتي كتهضر؟ شكون هاد خيتي؟ رضا بسم الله عليك، هادي هي لالا بنت صاحب الوالد، جاو هي وامها غيباتو عندنا. اها وانا كنقول مال السيد خاصو غير السبه باش يصدرني وما كيجاوبنيش. لقيتي من اخرى ياك السي رضا ياك؟ رضا انتي اخر واحد يهضر على الخيانه، على نسيتي فعيلك؟ اش من فعيل؟ المهم انا ما فيا اللي صدع راسي معاك. دابا يلا سيري يسرى ياك. دابا دابا انا وليت صدع راسي ياك سيدي. المهم انا داخل دابا حشومه نخلي الطياب بوحدهم. رضا دير عقلك ما تحمقنيش. اه مالي واش درت لك؟ يمكن حتى انا غنبات هنا تعصبات بس كتغوت. رضا شنو دابا؟ واش بغيتي تحمقني؟ ما كاين لمس تقدي. سيري سيري تنعسي غدا ونهضروا. قطع عليها وخليها كتهضر في حوايجها بالاعصاب والغيره. ضربت التليفون مع الحيط حتى هرساته وشربت كينة النعاس ونهسات. اما رضا دخل لدارهم وهو فرحان حيت رد لها الصرف. ليلى كانت زوينه بزاف ولكن ماشي احسن من يسرى. ليل كامل هي كتشوف فيه وفاطمه كتوريه، كيحاولوا فاطمه وسوريا كيحاولوا يخليهم بزوج. ليلى طاحت في شباكو سحرها بجماله، ما هو كيفكر غير في يسرى كيفاش غيتعامل معها غدا. وخا ليلى اكيد زوينه ولكن هو قلبه كان مع حبيبته، تعشى ومشى في حالاته. صباح صباح جديد، رضا مشى للخدمه ديالو يسرى حتى هي مشات خدمتها معصبه خاصه غير في منتشد. ساره فينك؟ وانا مالك على الغواسه الصباح؟ هاد الوراق صيفطتهم فاكس لرضا فيهم شكل نهائي للمشروع. ساره وانتي مالك ما صيفطتهمش ليه؟ ما تجهلينيش يا ساره، هادي خدمتك ماشي خدمتي. مشات المكتب ديالها وهي كي غير كدابز مع حوايجها. رضا تنادم معاه الحال وبدا كيصوني عليه ولكن التليفون طافي حيت هو اصلا راه رساتو، اما هو حسابو طافي عليه. دار 12 ومشى وقف حدا باب الشركه كيتسناها. صافا زيد يلاه نتغدى. صافا واخا انا جايه لخرجي تسناني.
خرجات وهي القريه ده واقف كيشوف في جهتها، دارت بحال ما داتهاش فيه. يسرى اجي، ما ردتش عليه. وي هي هبط لعندها، ومالك راه كنهضر معاك؟ طلق مني، زيد اركبي. بعد مني كنتسنى صاحبتي غنتغداو انا وياها. جات صفاء، اهلا سير، هذا لاباس؟ رضا، خلاتني صاحبتك نكون لاباس بحال الناس. يسرى، شوف شكون كيهضر، وانت بيت لي قصر وناشط معاه، خليني ساكته. رضا، واه غكملي، فين هو بعد التليفون ديالك؟ علاش طافيه عليا؟ يسرى، ماشي شغلك. صفاء، يلا يلا نبعدو بالحدا باب الشركه بعدا. يسرى، زيدها صفاء نمشيو نتغداو، باقا كنتسنى الخدمه. صفاء، يلا معنا رضا يلا. يسرى، صفاء ومالك يا حشومه، نخليو السيد بوحدو. رضا، يلا زيد نوصلكم. لا شكرا، غنمشي بوحدي. صافا، ايه يسرى، هادي هي رضا، هو الدنيا وما فيها، انا كنبغي ما نقدرش نعيش بلا بيه. رضا بدا كيضحك. زيد زيد صفاء، اش كتقول عليا اخر؟ يسرى، كنت اما دابا كنكرهو. رضا، جرها للطوموبيل وزيدي نحل قدامي. سيدي يسرى، واطلق مني طلاق. رضا، وزيدي يا وزيدي، ركبنا معاه حتى انا ركبت اللور. بدا كيشوف فيا من المرايه وكيعيبني بلسانه، حتى عجب ليا الضحكه. ايوا ضحكني بسخوت. وصلنا للغيستو وجلسنا، انا قالبه وجهي زعما غضبانه. صفاء، خويا رضا، انا اللي دايره هذا المشكل وانا اللي خاصني نصلحو. يسرى، صفاء غاسكتي، ما تشرحي ليه والو، الا ما كيتيقش فيا ما عندي ما ندير به. رضا، قولي اختي، ما ديهاش فيها، اش كاين؟ صفاء، اخويا يسرى ما طمعت حد، حنا اللي كنا واقعين في حد سوء تفاهم، بدات كتعاود له كل شيء. رضا، شد في يدين يسرى، حبيبه سمحي لي، تسرعت وفهمت غلط. يسرى، سير بعد مني، ما سامحكش. رضا بصوت ديال الاطفال، عافاك. لا هي لا. رضا، وعافاك. صفاء، تفكرت كان عندي واحد الغرض خاصني نمشي، يلا سمحوا لي، زعما بغات تخليهم بوحدهم. يسرى، اجي فين ماشي؟ اجي تغدي بعدا. وصافي اختي، دابا نقضي ضروري، يلا يلا بسلامه. يسرى، اوكي يلا، ردي البال على راسك. رضا، نوصلك اختي. لا لا شكرا، ومشات. رضا، هاد صاحبتك الله يكثر من تالا، كتفهم راسها. يسرى، غتسكت ولا نتبعها؟ ويتك ويتك على الحيله ديالي. ورضا، حبيبه سمحي لي، قربت لعندو وشافت فيه نفس الشوفات ديالو، واش نسمح لك حيت ما كتيقش فيا، ولا حيت ما جيتيش مع الطناش، ولا حيت ما جاوبتينيش، ولا على داك خيتي؟ رضا، حبي سمحي لي، انا مع الطناش كانت عندي خدمه كثيره، وني تلقيتها صبان نعبر على الغضب ديالي، حيت وليت كنشوف دايرين بك رجال، اللي باغيك اللي طمعتيه، والتليفون بغيت نفقتك شويه، اما ديك خيتي راه والله شاهد عليا، لا درت هكاك غير باش نحس بك، وتجربي شويه من داكشي اللي كديري ليا. والله حبيبه ما شفت فيها الليل كامل، وبالغي معاك، ثق بيا. وانا ما بقيتش فيك، اللي بايزه كنبكيو، وتليفوني اللي هرس بسببك. رضا، حبيبه ديالي سمحي لي حياتي. رضا، طلب منك واحد الطلب، حيد منك هذاك الوسواس، عافاك، عمرك تحكم على الحاجه حتى تفهم عافاك، راه لبقيني هكا راه عمرنا ما نجيبو عاد. واخا حبيبه غادي نحاول، وراه فيا الجوع، امتى غيجيبو هاد الماكله؟ واصبري، نسمعك تقول كتدخلي في ماكله طول العرض، وانت كي الدجاجه غا كتنقبي وتنوضي. اجي بعدا، ديك خيتي سمعتك كتقول ليها عليك ليلى، ياك ما قربتي ليها؟ لا حبي والله ما انتي صافي، انا اصلا ديك ليله بالي غير معاك. تغدينا، وصلني لخدمتي، ومشى لخدمته. انا وصلت للمكتب ديالي، كنخدم خدمتي، حتى كانت عندي صفا. زين صالحتو؟ يا اختي صالحنا، انا ويا ديما هكا، سعداتك باينه فيه، كيبغيك بزاف. حتى انا اختي، حتى انا كنبغي، وكتزيدي كتنفخي من الفوق، وانا يكون عندي بحال هذاك الراجل، نشد فيه شدات العمى في الظلمه، والله ما نخلي شي حد يشوف، نخشي في شي قرعه ونسد عليه. الله يسعدك اختي. حتى صون التليفون، الو حبيبي، حياتي معايش، تخرجي واحد جوج سوايع. رضا، باش نجي نوصلك؟ لا لا معليش، بلا ما نعذبك. رضا، لا لا بالسيف عليك، ما باغي حد يقرب ليك، على ما نساليو الخدمه ونديرك في الدار ونصرت عليك. مشيت انا وياه شربنا كافي وكملت خدمتي، وصلت الساعة مشيت للدار، هو مشى كيشوف ماما. السلام عليكم فاطمه ولدي، زيد زيد مرحبا. سوريا، وعليكم السلام ولدي. اهلا رضا، ليلى غير كتحمض صفين وقرب وكتشوف فيها هكاك مقابل هنيشان، كي داير؟ رضا صافا، وانتي؟ الحمد لله، كي دوزتي نهارك؟ فاطمه، انا نشوف نعيمه اش كدير في الكوزينه. سوريا، عيني عيني نجي معاك.
ليلى بغاو يخليو لها بزوج رضا. ولكن علاش ليلى تقمعات؟ ما عرفتش رضا. يا المهم انا نخليكم، خاصني نمشي للدار غير دست نشوف الوالده. ليلى تصدمات من شافتو غادي ناي. جلس جلس تعشى رضا، راه هادي دارنا ما تحتاجش عليا. اوكي، تم تفجير الجبهه بنجاح. رضا الوالده هلا مشيت. فاطمه وانا وهلا وليدي، جلس حتى تعشى رضا. لا لا ميمتي، ما بقاتش عيان، باغي غير نعس. ايوا لا لا ديري الحريره وانت كتعجبك رضا. الحريره ايوا، ديروا لي شي شويه في طاسه نص الدار ونسخنها. سوريا مشات عند ليلى وكتهضر معها غير بالحس. ياك ما قلقتي ليلى؟ لا ماما ما عرفت ماله، اصلا ما بغاش يشوف حتى لجهتي. سوريا ايوا تقربي منه، مالك سيري شديه ما تخليش يمشي، بيني ليه راك مهتمه بيا. يلا نوضي سيري. تسمط نايضة عندو ليلى. رضا جلس عشا معانا، ما سخيناش بيك. رضا واخا سيدي، ها هو جالس. شكرا حيت درتي لي الخاطر. فرحات عند بالها راه كيسمع لها درتها، وقالت مع راسها والله ما نفلسك. ليلى بنت طويله عندها حق في الزين، ولكن ما مسرعلكش ما مسرعلاش. طبعا حقوده وسمها باين على وجهها، ولكن كتبغي تمثل الظرافه، وحتى واحد ما كيحملها في الحي حيت مكبره وعاجبها راسها. رضا ناض وقف. سمحوا لي انا جاي ندير واحد الاتصال. فاطمه سير اوليدي سير. سوريا بالحس ليلى، سيري سيري سمعي. كان في الجرده كيتصل بيسرى. الكسكوت هاد حبيبها باقا فايقه؟ حياتي توحش صوتك. حتى انا عمري تعشيتي؟ لا لا ما عنديش شهيه. ومال حبيبتي؟ والو غير ما فيا اللي ياكل. ولا خاصك تغلاضي شويه باش تجي عروسه زوينه. يسرى كي دايره خالتي فاطمه؟ توحشتها مسكينه. رضا راها مزيانه، غادي تفرح فاش عرف بلي رجعنا لبعضنا. غيجي الوقت المناسب ونقولها لها، راكي عارفه شحال كنتي عندها عزيزه. ان شاء الله حبيبي. يلا خليك الراحه، نحسي وتغطي مزيان حتى الغدا ونشوفو. يسرى اوكي حياتي، يلا بسلامه. جاي دور هو يلقى ليلى موراه. خرجت نشم شويه الهواء. رضا مزيان شمي، يلا نخليك. شدات له في يدو. عاين اش اجي نجلسو شويه، شوف الجو شحال زوين. ملي جاتو ليلى ورا السمد البرد، لا اختي الا انت باغا تمرضي انا لا. تم غادي نخليها، ياك هاد البارح كنتي خايفه ليا انا نمرض، دابا مسوقش ليا. رضا كتهضري بحال حنا انا وياك 10 هادي سنين. وعلاش لا؟ يلا يلا ندخلو نتعشاو باش نمشي فحالي. بدات كتعيط ليه رضا. جاوبها نعم كتعجبني. صدمات بهاد التصرف ديالها، شنو هو؟ يلا يلا ندخلو. ليلى سمعيني عافاك، انا ما قصدتش نقمعك، ولكن انا قلبي داس واحده اخرى. ليلى تصدمات، ولكن كانت سمعات قبيله. هذيك اللي كنتي كتهضر معاها قبيله ياك؟ رضا واش كتصنت عليا؟ لا لا ما قصدتش، ولكن كنتي كتهضر بالجهد وسمعتك. عافاك ما تطوريش هادشي، وحتى والديا راه قرب نهضر معاهم. صافي يكون هاني، اصلا انت حاجه ما مطوره، كنتمنى لك السعاده. شكرا اختي، يلا انا داخل. ليلى مع راسها قال لك اختي دابا شوف السريد اختك علاش قاده، غير ندم كنت وديك السفريده ديالك. والله الا شفتو نهار ابيض انت ديالي بوحدي. رضا دخل تهشى ومشى بحالاته. وهكا داز هاد الاسبوع، مره كيتناقشوا هو ويسرى ويرجعوا يتصالحوا، حتى جا النهار اللي غيجيو فيه المشاكل ديال بصح. في النادي كانت ليلى مع صحابها اللي بحالها، ويبان لها واحد الشاب زوين قبل معها، بقات كتشوف فيه. حتى هو قالت لصحاباتها البنات داك السميمر غمزه وحده يجي لعندي. البنات واه شحال زوين. ليلى غمزاتو ويجي كيطير. الحاجه هذه هي اللي قلت عليها مأدبه ومخلقه وبغات تدخلي في عال دارك. اجي جي طلع لها دابا الزين، تقبل عراتي ثماني غالي. اها شنو هو؟ ما تقلقنيش. لا ما تخافيش، بقاو هي الشاب كيهضروا. حتى سولها خدامه؟ لا لا اصلا بابا حبيبي موفر لي كلشي، اش غندير؟ غنمشي صداع الراس، بنت السي كريم ما كيتحكم فيها حد. مزيان، انا مستثمر في العقار. جاوبته اه وانا سميتي ليلى. وانا ناصر، هو نيس هذاك اللي على بالكم. شرفين، سميتك زوينه. احسنتي، ما كاين حد بعدا في داك القليب. اودي كاين وما كاين. ناصر بحالاش؟ انا كنبغيه وباغي واحد اخرى. حسابني غير انا اللي مقموع. هي قال لي حسن سمع دبك الحب. ناصر اه، ولكن انا حالف حسن ندمها، حتى انا ماشي سهل تقمع ليلى. يسرى زوينه بزاف مخلقه ومهدنه،
اي واحد يتمنى يديرها في دارو، مريحه وضحوكيه وبنت مبيات راجل. تعجبت بيها بزاف. نهار بغيت نتقدم ليها بان واحد المشكاك، شحال ما حملتوش وداها ليا. كون كان غير عزري او لا مطلق. ليلى تصدمات، واش هادشي كامل صدف؟ ناصر ما فهمتش، بحال كتهضر على هذا اللي كان بغي نفس المواصفات، حتى هو كيبغي وحده مطلقه. واحد نهار سمعتو كيهضر في التليفون مع ديك خيتي، شعلت فيا العافيه، خليته حسبت لها قلتلها. وانا هز التليفون مشيت للواتساب، ما كانش عندي الوقت نقرا لي ميساج، وانا صيفطت غير صورتها لعندي. من بعد تكلفت واحد الصديق بحث لي شكون هي، قال لي مهندسه واحد الشركه، وعرفت بلا من المهندم سميتها بلا كان دخلها بحياتي. حتى صديقي ما قدرش يجيب لي سميتها. المهم اللي عرفت متلقاو وساكنه بوحدها. ناصر ما عرفتش علاش عندي شهور كتقصد يسرى. ليلى كيفاش هذا اللي كيبغيها؟ شنو سميتو؟ رضا. ضرب في يدي. هو ليلى اش كتقصد؟ الا لا، هذا رضا هو اللي دا لي حبيبتي. هي قول لي حبيبتي رضا هي اللي كتعجبك؟ هادشي كيضحك. وها صدفه زوينه هادي. وي هو زوين فهادشي. هو الا درنا اليد في اليد، انت بغيتي رضا وانا باغي يسرى. ليلى وعلاش لا؟ من اليوم اللي بغيتي نديرها بغيت رضا يكون خاتم في صباعي. ناصر ودابا مزيان، ايوا سمعيني، اول حاجه غنديرو هي وبداو كيخطو ليهم. نرجعو لعند العشاق ديالنا اللي قاعدين في الكافي حدا البحر، ما هي جايبين للدنيا خبار على الخطط اللي كيتقادو ليهم. حبيبي ما لاحظتيش اننا نقلنا من الخصام ديالنا؟ بصح يمكن بديتي كتفهميني ونفهمك. الله يخلينا ديما هكا. امين يا ربي. السمانه الجايه غيجي الوالد وغنجمعهم ونهضر معاهم، ونهضر حتى مع اخوك. خويا عاودت لي كلشي، هضرنا البارح في سكايب، فرح ليا بزاف وقال لي غير تحدو نهار الخطبه وغيجي في اول طياره. رضا ايوا ان شاء الله. يلا حبيبتي نوصلك للدار وانا ندوز نشوف الخدمه، صور على البني كيف غادي. واخا حياتي. يلا نرجع عند صفاء اللي جالسه مع الياس في كافي. ناري يا الياس ما تصورش شحال توحشت، وحشتك خليتي بلاصتك. حتى انا صفاء. يسرى كي دايره؟ يسرى يسرى لاباس الحمد لله. مالك كتقفزي في الهضره؟ مالك اش كاين يسرى؟ وقع لها شي حاجه؟ لا ما وقع والو. مالك بحال تبدل اللون فاش سولتك عليها؟ صفاء هو الياس، انا ما كنخبيش عليك، بقيتي فيا ولكن هذه هي الصراحه. شنو هضري خلعتيني؟ يسرى راها كانت فاهمه غلط كلشي، بس كتعاود لك كلشي. دابا راه رجعت لراجلها. لا انا ما نصدقش ودني، لا ما يمكنش، وانا والدي اللي جايبهم يخطبوا، اش غنقول لهم؟ صافا الياس شوف شي بنت الناس اخرى راه طلع البنات نتا اي واحد وحده تمنك. لا صافا فين غنلقى اللي نديرها في داري في نهار واحد؟ راك عارفه الدنيا ولات كتخوف. صافا ويسرى راها كتبغي راجلها، ما تصورش شحال معلقين بحطهم لدرجة قابلة تخرج من الخدمة وعلى قبله وتخلى على منصبها الجديد على قبله. إيوا الله يسعدها، أنا الأهم هو نشوفها سعيدة، واخا ماشي معايا حيت اللي كيبغي عمرو كيعذب حبيبه. صافا عندك الحق إلياس، إن شاء الله غتنساها وتلقى محسن. ودابا كي غندير مع الدار اللي قلت ليهم غدا نخطبوها؟ مصيبة قايل ليهم خدامة معايا. صافا وناري الصقع غدا؟ أييه وعندي الوالدة غضرب بيها الطرق قدام العائلة، تقول لهم دانا نخطبوها صدقات مرتبطة. ناري خايبة المعاودة. صفاء بالطنز. عرفتي شنو؟ قول لهم ساره خطب ساره، قول لهم هي هادي. كضحكي عليا ياك؟ لا غير كثرت لها كضحك شي ويسكت ويبدا يشوف صفاء. صفاء نعم. علاش ما تكونيش انتي؟ اشنو؟ لا ما يمكنش. علاش؟ واش انا خايب حتى لهاد الدرجه؟ صفاء لا ماشي هكاك، غير جيتيني على غفله. صفاء احنا غنبداو بالخطوبه ومورها نعطيو فرصه لراسنا، الا بغينا بعدنا نكملو، الا ما تفاهمناش نبقاو اصدقاء كيف دابا. صفاء ولكن انت كتبغي يسرى؟ ايوا تكلفي انت وحيديها ليا واجي بلاصه، راه نتوما العيالات كتعرفوا لهاد الشيء. صفاء اجي ياك ما باغي ديني غير على قبل ما تحشمش مع والديك. لا والله ما هكاك، انا ما نقدرش نظلم شي حد معايا، والدي راه ساهل حالهم، ولكن انا باغي نجمع راسي، باغي المرأة اللي تعاوني على الزمان، انا باغي نشوف ولادي. ويسرى؟ يسرى بغيتها، ولكن فاش رجعت الرجل الله يكمل عليهم بالخير. شوف حتى انا حياتي وزيدون هي اللي فايلت علينا، خلينا نردو هاد السوء تفاهم حقيقه. صفاء واخا ما قلتيهاي، حتى انا ما نلقاش محسن منك الياس. المهم وجدي راسك وعلمي والديك غدا غنجيب دارنا.
اوكي يلا نوض نوض، وصلني بحال نوجدو راسنا. الياس يخلي لي الناس باغيني يوجدوا ليا، يلا راني حاطه موبيل قريبه. الياس خطب صفا ومساجمو عائلتهم بزاف وحدو نهار الخطوبه، اما في الشركه كانت دخلت صفا عندي وصلعودت لها كل شيء وفرحت ليهم، حتى كيدخل عليهم رضا سمعت سميتي وجيت. يسرا حياتي كي داير؟ رضا لاباس حبيبه صفا كنتو كتهضروا عليا؟ يسرا حياتي صفا راه تخطبات. رضا اي والله يكمل عليك بالخير اختي، والله يسعدك في حياتك والعقبال الياس، واخا مازال المكتب متعرف عليه. صفا امين اخويا، وحسن نتوما غير هو راه الياس. ان شاء الله نبقى والو تعرف عليه. المهم مرحبا بكم نهار السبت عندكم، ما تجيوش غتكون عندي الخطبه. يسرا والله يا ودي انا ما نحضرش لخطوبه صديقتي الوحيده، نحضر ونشطح وندردك. رضا جلسي جلسي، قالك ندردك جلسي ورزني تبتي شويه عليك حكام. صفا ناري نتوما كتقتلوا بالضحك والله. يسرا ومالك انت والفرحه وما ديري، وصافي حبيبتي كوني هانيه ليله السبت غنجيو. صافا يلا انا غنمشي نكمل خدمتي ونشوف خطيبي. يسرا سيري حبيبتي يلا الله يعاونك. رضا حبيبه ساليتي نمشيو نتغداو، حياتي عطيني غا نص ساعه ونسالي بقى غا شي حاجه غنكملها دغيا. اها راني نعاونك ما عندي ما يدار. ما كرهتش. هكذا دازو هاد الايام، قرب نهار الخطوبه ديال الياس، عرض على كاع الشركه منهم حتى المدير وناصر. وصل نهار الخطبه اللي غيلقاه ناصر فرصه ينفذ الخطه ديالو المدروسه. يسرا الو حبيبي رضا، واش تقدر تجي توصلني الكوافير ولا نمشي راسي؟ اش من شي كوافير؟ سيري 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 كمشي ديري شعرك وما تكثريش الماكياج. حرام عليك حياتي صبا، راه كنعتبرها اختي خليني نفرح بها ومعاها. يوم فرحي واش انا حيت لك؟ انا باغي غير ديك الزواق نقصي منه شويه. يلا المهم انا جاي لعندك دابا شويه كيوصل لعندها. حياتي جيتي؟ اه قل لي اش غديري عند هاد الكوافيره؟ وفريضه نقاد غد فاري داك كيشوف ليها في يديها ومالو متفارك زوينين وكيحمقوا. يلا باغي نقاد شعري وهي كديري زيف. وهذا راه فرح خاصني نقاد راسي والله حبيبه. وتعري داك داك الشنتوف عندك يحسن قرع عليك. او فريده سمعيني بركه ما لبسوش، لبسي غير شي غوب زوينه ولا يلا نشريوها وقدي شالك وزيدي قدامي. يسرا تفكرت بلي صفا غتجيب كوافيره للدار اللي غتقاد لها وهي تقول لي اه صافي حياتي ما يكون غير خاطرك ما غنمشي حتى شي كوافيره. ديك الضحكه ما عجبتنيش عندك. وخلاص حياتي يلا ما سخيتيش بيك، ولكن الواجب ينادي مع السبعه ندوز موراك نمشي. واخا واخا حبيبي شويه يتصل بصفا. الو صفا يسرا كي دايره؟ لاباس اختي بديتي كتوجدي راسك؟ وي راه درت لي سوان دو فيزاج دابا كنسنى الكوافيره تجي باش تسقد لي. المهم اختي حتى انا بغيت الكوافيره ديالك تقاد لي شعري. بدات كضحك خلاك رضا وغير سكتي ما بغاش، ولكن صافي راه انا عندي غير صاحبه وحده هي انتي وزيدون يتقلق شويه ويرجع ليا وصافي. صافا يا اختي مسخوطه انتي. المهم انا غندوش ونخرج نشري شي غوب زوينه ونجيو. خرجت خديت مع اللباس ولبست جلابتي وبديت كنتسنى فريضة شويه وانا نسمع الكلاكسون. وانا خرج لعندو لقيتو لابس واحد اللبسه طير لي العقل بها، سروال سليم كحل وشميز كحله مزيره شويه عليه والسمطه والساعه في يدي ما هو قلده كيبان واعر. بقيت كنقول ناري هاد السين كامل كان عندي وفلتو. حياتي انت شوف كي قديتي وانا باغيني نمشي مبهدله. رضا ومالك على هاد الحاله غتحضري بجلابه؟ لا لا هزيت معايا. ايوا وري وريا باينه شي حاجه مزيره، داكشي علاش ما لبستيهاش؟ خفتي نحيدها لك؟ لا والله ما هكاك، بغيت حتى نوصل وصافي. ايوا عندك شي ناوي مشي نوقف حدا المدير وتعرف على الياس عاد نعرفه هو العريس. وانا مشيت نحيح. دخلت عند صفا لقيتها لابسه واحد التيشيرت في البيض جات كتحمق كتفتن، اما انا درتها في يدي لا حيت الحفله غتكون عامره بشي مسمومات ايوا خاصني نبان هي هذه. قادت لي الكوافيره شعري بالبابليس مع طويل وزهر جيت بحال مريم فارس خارف غناكل الدق معليش نصبر. لبست غوم على لاطاي ديالي ايوا واسع شويه من التحت في الازرق الغامق ملبسه بالكحل ودرت لي زاكسسوار ولبست صباط عالي كحل درت لي مكياج مثير. مهم جيت بحال دوك المماثلات اللي على طابي غوج. شفت راسي في المرايا جيت غزاله حتى صفاء بقات حاله فمها فيا. انا عرفت بلي غير رجع للدار كنعرج ولكن ماشي شغلي، بغيت يبان يبان احسن مني. لا هو العروسه بصلاه وسلام
انا بقيت غير حدا صفاء، خفت نمشي لعندو يجرني من داك الشعكوكة اللي انا فرحانه بها. شفت لجهتو لقيتو كيقلب بعيني عليا شويه يشوف لجهتي ويعاود دور عيني بحال ما شافنيش. بقيت كنقول اويلي اوه هذا ما عرفنيش ولا شنو. شويه ويرجع بنظرو لعندي هذا كيحقق فيا الشوف بحال كيقول واش هادي يسرى ولا انا غلط. بقيت راه كندير ديك الشوفه ديال عافاك عافاك خلي هاد الليله ندوز على خير. بقى غير حال فمو بحيتو الناس اللي كيشوفو لعندي، بحيتو ليا اللي درت هادشي في راسي ما سمحتش ليه، بحيتو القلب اللي طيرتو له. بقى كيخنزر فيا غير من بعيد كيقول لي بعيني اجي لهنا. بقيت كنقول براسي لا، بقينا شحال كنهضروا غير هكاك بالعينين. حتى فاش حسيت به تقلق وانا نمشي عنده بديت كنهضر معاه وندير راسي كنضحك باش ما نعيقش هاد الناس. ها العار ريضه ها العار، شوف دوز هاد الليله ودير فيا اللي بغيتي. من بعد حتى هو جبت ليه الضحكه، داك يضحك اها واخا عليك اها صبري والله احسنت نتفك من داك الشعر. ويل على شو هاشوكي شوكي كيشوفوا فيك. لا لا انت غتركبي فيا السكر انت ما فيهاش. شفت ها العار عافاك ريضه غير سكت تشوهنا ما تفرحيش بزاف غير بلاتي عليك وديريها فين تشيك. واخا حياتي دابا ضحك ودير راسك فرحان يسالي هادشي ودير فيا اللي بغيتي. بقينا هكاك شويه وكيبان لي ناصر جاي. ناري لا ويلي اليوم غيقسن يا ربي ما يهضرش معايا يا ربي ويقرب لعندي. واو هادي يسرى بقيت شحال كنشوف فيك كنقول يمكن ماشي انت ولكن ابتسامتك قالت لي انك يسرى. انا بقيت هكا نقفقف كيقول لي شعقل نجينيفو رضا ناصر سير دق في بلاصه اخرى. ناصر انا كنهضر مع يسرى ماشي معاك. شويه رضا ويعنقني وباسني في حنكي. انا بقيت جامده رضا ويسرى راه ديالي وسرت تنقز ليه. ناصر خنزر فيهم مشى غير حتى مطر ورضا نفضني ومشى. شويه تفكر ملي خلاني بوحدي يمكن يجي شي عندي شي حد حيت في واحد الغيره في شكل ويرجع لعندي. زيدي قدامي له لا لا عافاك خلينا خليني هنا. طلع فيه حاجبه وانا نتبعو قبل ما تجيني في الراس. جلسنا حدا المدير بدا كيقطعو الطرطه وانا فرحانه اليوم. بقيت كنتفكر نهار خطبتنا تاثرت بزاف حتى جا الكارسون كيقدم مشروبات بان لي الكاس اللي قريب عندي بزاف هزيتو وبديت كنشرب شويه ويجيني ميساج في اجي الحمام ما تقولي لحد والو. اه شكون هذا ما انا فضوليه قلت شكون هذا شي حد بغى يضحك معايا. رضا امشي الحمام ونجي. زيدي زيدي غنمشي معاك. ويلي خليك فين غتمشي ويلي انا سيري ورجعي دغيا. غير دخلت الحمام ولا نلقى ناصر انا اللي صيفطت لك الميساج. هذا مالو ما كيحشمش تميت غدا راجعه ويحبسني عيني ما بغيتش نهضر معاك حدا راجلك. عندي شي حاجه مهمه بغيت نقولها لك. شنو بغيتي اجي معايا للجرده ما بغيتش ندير لك مشكل مع رضا. خلعني قول لي بعدا فاش بغيتيني واش شي حاجه مهمه حتى لهاد الدرجه. امر كيخص خوك. انا سمعت خويا وانا نتبعو كنجري. مال خويا شنو عنده شويه كنحس براسي بديت كندوخ. مالك ياك لاباس والو حسيت بلساني ثقيل عليا حتى مبقيت عاقله والو. ايوا رجعوا عند رضا. اجي خويا عافاك ما شتي ديك البنت اللي كانت معايا. لا لا خويا اختي ما شتيش يسرى. اه يسرى شتي خارجه مع ناصر قبيله بالزربه مخبين. كيفاش كان شاده له في يده وخرج شتو مركبه في الطوموبيل ومشاو فرحانين. رضا تغدد وتعصب ولا بحال شي تور هايج. خرج كيصوني على يسرى ما كتجاوبوش. ايا كيصوني شويه ويجاوبو ناصر. مالك انت مصدعنا فين يسرى الحمار. ايه ايه بلا تخسر الهضره يسرى عيات بزاف مسكينه عييتيها ما تصورش الجسم ديالها شحال مثير ويغوت بالجد. غنقتلك الحمار لا قربتي منا ولا حديتي شعره منها. ضحكتيني جيتي معطله السي ماشي غير شعرها جسمها كامل لابس فيه. والغريب في الامر ان حتى هي عاجبه الحال. رضا الا كنتي راجل قول لي فينك. ناصر تال شويه خليها خليها حتى الغدا راه هي انا شربت بزاف على ما تمزيقكش واجي شوف بعينك. عطاه العنوان ما كاملش 3 دقائق حتى كنوصل دفع الباب قاهريا انا فوق الناموسيه مغطي غير بالهزار ودهيخه. بقى كيقلب على ناصر القهرب قرب عندي يسرى. تفو عاهره ما تستاهليش الحب ديالي ليك راه النهار اللي عرفتك فيه. هادشي اللي تستاهلي غير يلعبوا فيك الرجال. تفو عليك لا تكسيره اول مره كيبكي بديك الحرقه. دخل لدارو وهرس كاع الكادرات ديال التصاور ديالها اللي في الدار قطع اي حاجه كتعلق بها حتى تهد وجلس في الارض شاد في راسو وبدا كيبكي بالجهد واحد الحرقه كبيره. علاش يا يسرى علاش شنو درت ليك ديري فيا هكا بغيتك من كل قلبي. الا طلبتي روحي كنت غنعطيها لك باش بدلتيني بكلب ديال الخلع فضحك وشوهك
العشاء يصر علاش؟ بدا كيتفكر كاع ذكرياتهم والضحك ديالهم، بدات كتسمع في ودني حتى كان غادي يحماق. هكا دوز هاد الليله غير في البكا. صباح الصباح بكري نجم حوايجو ومشى لواحد الفيرما بعيده بغى يشوف حتى شي حد. اما يسرى مسكينه اللي ما جايبه الدنيا خبر عاد كتفيق من النحاس. اي راسي فين انا ويلي شاد شي صدمات، عرفت بلي ناصر هو مول الفعله. بكات بزاف على سذاجتها، لبست حوايجها وخرجت كيشي وحده حمقه شعرها متوف ومكياجها كامل مجخلط دايره كيشي متشرده. وصلت لدارها دوشات بدات كتحاول تفكر اش وقع لها، ولكن اخر حاجه تفكرها هي انها كانت مع ناصر بغى يقول لها شي حاجه مهمة على خوها وهي تغيب. بقات شحال مدابزه مع الذاكره ديالها ولكن بدون جدوى. صلات ودعت الله يفك هادشي على خير ويكون ما دار فيها حتى حاجه. جلب لها الرضا، بدات كتصوني لي ولكن لقى التليفون طافي. قالت غيكون مقلق مني حيت خرجت وما قلتهالوش وتمنات ما يكون شافها في ديك الحاله. حلات سكايب وهضرت مع خوها ياسر اللي ما كتخبي عليه والو، عاودت له كل شيء ونصحها باش تصبر. قال لها غير يسالي خدمته وغيجي ينتقم لها من داك الحقير ناصر. هضرتها مع خوها تناسها شويه، عيطت للشركه وعلمتهم بلي مريضه وخدات كونجي نهار كامل وهي سادة عليها في الدار حتى كتسمع الدقان. حبيبتي يسرى وفين غبرتي عليا البارح؟ انا غير شفت صفاء داو دموعي كينزلوا. صفاء حبيبتي دخلي دخلي. اوعدي مالكي ياك ما دبستو انت ورضا؟ كثر يا اختي كثر، بقات كتعاود لها كل شيء. وفي اختي عليها كان قولوا ما نسحب من ديك المشروع وسافر. اخ وديك الحمار ماكش كنصحبو هكذاك. كيفاش؟ راح الصباح شفتو طلب ينسحب قلب اللي غيسافر لبرا. الله ياخذ فيه الحق، لعب فيا وهرب. ورضا فين راه؟ يا اختي كان صوني طاب التليفون وما عرفتش اش واقع، كان خاف يكون شافني ديك الحاله. صفا ناري لا ما تقوليهاش. عيفه اختي انا ما نقدرش نعيش بلا رضا غنحماق. صفا اوف الله يسر. شوفي ارتاحي لك هذا الاسبوع رضا دابا يبان، ما ديرش بالك والله حتى تازمت معاك خسرتي لي الخاطر. لا لا ما تقوليش هكا، تسمحي لي يا اختي ما خليتش فرحتك بخطوبتك تكمل. صفا ما تقوليش هكاك، شحال من يسرى عندي. يلا دايره مع الياس نتغداو مجموعين، تسمحي لي نخليك نبقى ندوز عندك. سير اختي الله يسعدكم. امين. رجعوا لناصر اللي كان في المطار ده هولندا. الو زين ناصر علاش غبرتيني خليتيني مشفوشه شنو وقع؟ ما تخافيش الكسكسه كلشي داز كي بغينا، انا ساليت خدمتي بدا انت خدمتك دابا. الله شحال فرحتيني، اخيرا قدينا نفرقوهم. ناصر يا كلشي تحت السيطره، عندك نتفضحوا. ناصر لا كوني هانيه، انا غنغبر حتى تنسى شويه ونرجع نطلب السماحه ونزاوك فيها. حتى الكاسو اللي قدم لها المشروب والبنت اللي تكلفات تكذب على رضا، راني مخلصهم مزيان تاكد ما يفضحوناش. داكشي علاش كوني مهنيه، تي خدمتك هي تقرب الرضا في هاد المحنه. مسكين وخليه يشوف فيك ديك الهنية اللي تم عليه شي اللي حيدته لليسرى الشرف والكرامه، وبالاخص سمع كلامه وغادا تربحيه. صافي كون هاني حسبه ولا ديالي. يلا تهلاي في راسك وعلميني بالجديد. داس اسبوع والهاتف رضا مطفي عند يسرى حيت تبدل النمره. يسرى رجعت لخدمتها ورضا رجع من السفر بعد ما تهدن ومشى لدارهم. الوالده الله ولدي ومالك على هاد الغبره خلعتيني عليك؟ كانت عندي واحد الخدمه ضروريه. فين الوالد؟ اه راه كيقرا القران في الجرده، مشي نشوفو توحشو. جا خارج كيتلقى ليلى. رضا على السلامه فيك تغابر؟ كان عندي شي شغل. مزيان انا جيت نشوف خالتي فاطمه. دخلي راه لداخل. مش عند با الحاج؟ ولدي رضا زيد ولدي زيد وحشتك. حتى انا با خليتي بلاصتك، كنت باغي نتلاقاك وباغي نهضر معاك وشدتني الخدمه راك عارف. عارفه ولدي بنتي ليلى الله يجازيها بالخير جابت ماماك وجاو جابوني. ايوا على سلامتك. يلا ها ولدي دخل دخل نتغدى. واخا يلا دخلوا. لقى ليلى شداتها ماما تغدى معاهم وجاتها ميلا الجينيتي والناس بدات كدير في هذيك الظريفه والمتيبسه والمريسنه والدور من هنا ومن هنا عليه. الوالده انا ماشي كتسناني الخدمه. سير ولدي سير الله يرضي عليك. الوالد تهلا في صحتك وشرب دواك. كون هاني يا ولدي سير تهلا في راسك في خدمتك. وسع الخاطر ولدي وسع الخاطر. واخا الوالد يلا خليتكم على خير. مشى لخدمته وهو يتفكر هاد النهار عنده اجتماع مع الشركاء ديال دار العجزه اللي كيبني يتفكر غير يلقى تما يسرى. هو يتأزم اوف كي غندير نتحكم في راسي وما نفرش خلاش داك الراس. يا ربي تصبرني، الحاجه الوحيده اللي غندير هي ما نعبرهاش، ما نعطيش لوجودها قيمه. اصلا ما كتستاهلش، بحالها كتستاهل غير يمسحوا فيها رجلين ويزيدوا.
الله يخليك ليا الوالده اللي كنتي ديما كدعي بعدو ليا ولاد الحرام. نرجع عند يسرى اللي في المكتب ديالها مع صفا والياس. ما عرفتش علاش قلبي مقبوط عليا. صفا يمكن حيت غيجي رضا الاجتماع، حاسه بلي هاد النهار ما يخرجش على خير. الياس يسرى فكر شويه ايجابي، يمكن غير شداتو شي خدمه داكشي علاش غبر. يا ربي ما يكون شافني في ديك الحاله. الياس واه يلا يسرى ونشدو ما يفلس من يدي، ولكن هربوط الحرام. شوفي حسبيني اخوك اللي بعيد عليك، وقتاش ما احتاجيتيني انا موجود، ما نخليش الشعره تقيسك لا انت لا صفا. صفا لا لا يخطيك يا الياس. يسرى حبيبه مابقى والو الاجتماع، واش دير راسك؟ فاش تدخلي دير راسك ما وقع والو، حاولي تفسري شي حاجه من نظرته ليك، وبني انساني جريه وهضرو. الا كان ما شاف والو طلبي السماحه وبري ليه سبب خروجك، خلقي شي عذر ياك كترطبي الحديد. اما الا كان شاف حاولي تدافعي على راسك، وحنا شاهدين معك. وزيدون الا كان كيبغيك راه غادي تيقك ويوقف معك. يسرى اوكي اختي. وصل وقت الاجتماع كلشي دخل الا رضا ما جاش، بقات كدور في عينها تخلعات عليه لا تكون وقع له شي حاجه. هيا وكيتسنى والو. المدير انا باليا مسيو رضا ما غاديش يجي، خليه ولا نبداو الاجتماع شويه هو يدخل. سمحوا لي على التاخير. دخل وجلس ما دهاش فيها، بقات غير كتشوف فيه هو ما معبرهاش. حتى سالوا الاجتماع جاو خارجين، هي تشد له في يده. رضا وقف. رضا حيدي يدك ما توسخينيش، انت اش كتقول؟ بعدي من الطريق. يسرى فسر لي مالك. جرب حل شي كلبها المكتب ديالها وسد الباب وخرج فيها كاع داك الغضب. عمرها شافته ديك الحاله، عيني حمرين وكله كيترعد. نفسر لك بغيتي تفسير ياك؟ التفسير الوحيد اللي كاين هو خاصني نمشي ندعي الله ونشكر ونحمدو اللي بعدك من طريقي وتحلي عيني على العهر ديالك. اشنو خاصني انا؟ شنو كيضرب بجهده في البيرو. يسرى غير كتبكي، ياك راجل بحالي بحال وداكشي اللي باغي حتى انا عندي، ولكن صبري على راسك شويه دغيا طرتي لعندو. ياك باش راجل هو حتى انا راجل به، كلشي راه عندنا، علاش الخيانه؟ علاش؟ اولا هو سحرك بديك زوج كلمات ديال تعلب عنده. رضا عافاك راه والله ما دايره شي حاجه تيقني، عافاك راه غير الحب. ويقاطع سكتي ما تزيدي حتى كلمه، كلشي واضح. انت ديك الليله زوقتي ولوحتي لحتي حجابك غير ليه، انا كاع ما سمعتي كلامي. وزيدون مشيتي بخاطرك، شافوك الناس عركتيه شرب وخليتي يلعب فيك، شنو ربحتيها؟ تا هو مشى وخلاك بوسخك والعار اللي رسمو على جبينك. هكا كنتي كدوزي هاد 3 سنين من راجل لاخر، كان عليا افران رد البال تصرفاتك، ولكن انا كي الحمق قلبي اللي تحكم فيا، كرهتك وكرهت النهار اللي بغيتك فيها. كنت كنسحابك شريفه وطاهره، صدقتي غير موسخه هاد الخلا. يسرى لا انا ما يمكنش تيق هادشي، انا رباتني جدتي احسن. قاطعه سكتي ما جبديش الحاجه، الحمد لله ملي مات كون كانت حيه كون جي في طراسه. اش درت لك انا؟ شنو اللي فيه ما لقيتيش عندي؟ بدا كيبكي، علاش الخيانه؟ علاش الغدر؟ علاش؟ يسرى صدمها ملي شافت دموعها كينزلوا. حبيبي سكتي ما تقوليش حبيبي، خساره فيك خساره. بزق عليها تفو عليك العاهره وزير لها على راسها، اخر مره نشوفك كدوري بصحتي ولا راه هاد الراس غنفرشخو ليك. نساي رضا، نسايني وسيري كملي وسخك. كرهتك، داك الحب ديالي ليك صافي تقلب كل الكره، وجهك وليت كنشمئز منه ودفع حتى لحال على الارض. سيري الكلبه سيري، لقيتك في صحتي غنشفف بك الارض. مشى ودخل الباب، خلاها غير كتبكي في الارض. حسيت بلي ما بقى ليها حتى حاجه تعيش عليها. شويه كيدخلوا على الموظفين اللي سمعوا كل شيء. ويلي الحيره في الحجاب كانت زعما كتمثل لنا الاخلاق. يا ودي يا ودي ويلي سمعتي كي كان كيهضر معاها بين لقاها مع شي راجل راه كتشرب من الفوق نهارتين فيها ناري على كنس. شويه كيدخل صفاء والياس. صفاء جات كتجري عند يسرى اللي كانت كتبكي وعلى يد تسخف، والياس بدا كيدابز مع الباقي الموظفين. برا يلا كلشي يمشي لخدمته، الا سمعت كلمه وحده ناقصه على يسرى ما غيعجبكم حامل برا. صفاء يسرى حبيبه يسرى جاوبيني، الياس دير شي حاجه. هزوها داوها للسبيطار، خرج عندهم الطبيب. الدكتور كي دايره حالتها؟ ما تخافوش عطيناها حقنه مهدئه وغادي ترتاح شويه تولي بخير. فقدات الوعي بسبب الضغط اللي ينزل ليها. واش عند المريضه شي مشكل؟ صافا مشاكل هاد الخدمه وصافي يوردوا بالكم ليها، يمكن لكم تدخلوا عندها فاش تفيق، حاولوا ما امكن تبعدوا على صداع واي حاجه تبرزتها. اوكي دكتور شكرا. دخلوا عندها بقاو معها حتى بدات كتفيق بصوت ثقيل، كتكلم غير بسميتو كتعيط بسمي رضا. رضا ما درتش والو رضا، اسمح لي والله ما درت شي حاجه تيقني. صافا حبيبه حبيبه على سلامتك. فين رضا؟ انا ما درت والو والله ما درت شي حاجه.
صافا عارف تحبيب حصل هذا دابا يعرف إلياس صافا عندها الحق تبالي او دابا تظهر براءتك دابا عديها في صحتك ورجع لينا بخير ان شاء الله كلشي غيتقاد قاو معايا حتى خرجوها وصلت صفاء للدار مشات عند المدير باش تطلب ليها كونجي مسيو قد ندخل وي صافا دخليش كاين جات على حساب يسرى فقدات الوعي وتينها للسبيطار والدكتور نهار راح داكشي علاش تينها للدار انا ما تقدرش تخدم هذا الاسبوع مدير تخلع مال بنتي اش وقع ليها بنتك بغيت نقول في مسابات بنتي مالها ياك لاباس حسيت بشي حاجه ماشي تلهي لاباس خاصها غير ترتاح شويه شنو السبب اللي فقدات الوعي ديالها دابزو هي وخطيبها رضا انت مسيو كنتي عارفه رضا خطيبها قالها لي انا المهم انا غنمشي نكمل خدمتي مسيو مشات خلات المدير كيهضر مع راسو وفاوتاني تخاصمو ولكن شنو السبب ايوا الخطه الاولى نجحات لي ديال افران وجا جا داكشي كامل كما كنت مصوب ليه ودابا كي غندير ليهم لا لا ضروري ما ندير شي حاجه على قبل بنت اختي اللي بقات لي من عائلتي الو سي ياسر الو خالي كي داير لاباس سي ياسر يسرى عاوتاني تفارقوا عاوتاني تفارقتي وريضه اش غنديروا دابا كنت عارفه يسرى عاودت لي كلشي فهمني يا ياسر خالي حسن هذا الشيء ما كيتقالش في التليفون انا غدا غادي نجي وندوز عندك حتى الاول واخا ولدي ان شاء الله ورد البال يسرى من ما جيت واخا كون هاني نرجع عند رضا اللي راه في دار والدي حيت كيدوز كل نهارو تماك الوالده كاين شي عشاء وليدي موجود اللي تشهال خاطر نطيبوها لا يخطيك الوالده فين الوالد راه في الصالون واخا انا نمشي نسلم عليه الوالد مساء الخير مساء الخير يا ولدي الله يرضي عليك كي داير مع السربيس الحمد لله حنا مسلكين فاطمه يلاه نوضوا نوضوا تحشاو جلسوا كيتحشاو ولدي ايوا هبك جا خلينا نمشيو نخطبوا لك ليلى راه هذا هو الوقت المناسب الحاجه وليدي امك ما قالتها هي رضا تسير ولكن هذا هو الحل اللي بقى له باش يخرج يسرى من قلبه اللي درتو انا معكم فيها فاطمه زغرتات اسعدي بوليدي وغنشوف وليداتو رضا غتشوفي مر الوالده الله يطول لك العمر حتى تشوفوا ولادي وولاد ولادي كملوا العشاء واتفقوا غدا غادي يمشيو يخطبوها رضا كان كيتمنى يكون كان سيوسرا كان غيطير بالفرحه ولكن تجري المياه بما لا تشتهي السفن وصلنا الخطبه جا عند والدي باش يوصلهم فاطمه لا واه وليدي لبس عليك نيشان راك العريس باش تخطب بحوايج الخدمه واه خلاص الوالده اللي غي على عمي كريم وسوريا راهم عارفيني الحاشد لفكس في ولدي واه بلا ما نعاودو الهضره انا ما بغيتش هاد الزواج راه مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق رضا لا الوالد باغي يلاه يلاه نمشيو الدار كامله هو ساكت والحاج حاسمه اما فاطمه كانت فرحانه الليله خلي خلات راسها تبان كي شي مهله قدامها ايوا رجع عند يسرى اللي غير كتبكي حتى تنفخو عينيها كتشوف بيسي تصورهم وتبكي مع كل صوره كترجع بذكرياتها لديك اللحظه تفكرات كيفاش كان كيغار عليها تفكرات كيفاش كيخاف عليها تفكرات كاع اللحظات اللي عاشو معاه كانت غتسطى وتحمق سخفات مره اخرى ونزلات لها كشكوشه من فمها كيقولوا العشاق كيحسوا ببعضهم غير هي طاحت وريده كان غيدير كسيده وشد الفرهان قوي وبدا شاد على قلبه فاطمه مالك وليدي ياك لاباس رضا والو الوالده قلبي تقبط وصافي فاطمه هذا غير توتر وليدي يسرى طاحت وغيبات ولقيت الياسر جاي لعندها الدار يا ما يدق والو فتري دخل باب الكوزينه حيت عارف الدار مزيان كتبان له طيحه كان غير يحمق الزكي شهبيل دار السبيطار غي شافوها طاروا عليها داوها لقاعه العمليات ياسر بقى كي الحمق كيمشي ويجي كيتسنى غير شي خبر غنمشيو عند صفاء والياس اللي في الشركه صفاء والله حتى بقات فيها يسرى مسكينه ما تستاهلش هذا الشيء الياس كنت شوف انا كنت فكره كنت تقطع من قلبي يسرى هي اختي اللي ما ولدتهاش ليا ماما ضروري ما خاصنا نديرو شي حاجه ما بقاوش مربين يدينا هكا وكنتفرجوا فيها كتنهار عندك الحق ولكن اش بيدينا ما ندير انا غنمشي ناخذ العنوان خدمه رضا ونهضر معاه ونفهم الموقف على الله نقدر نغير شي حاجه الياس عافاك غاديرها زوينه شوف ساره تعطيك العنوان مشى الياس خد العنوان ديال رضا مشى سول فيه في الخدمه السلام عليكم وكاله رضا البناني هادي اه ديالو سيدي شحال الخاطر بغيتو هو كاين لا لا سيدي رضا لا سيدي رضا خارج بغيتو ضروري يمكن توصليني به واخا سيدي تفضل جلس ليه نجاو عند رضا اللي مشى يخطب في ليله وما حاملش راسو خاصو غير يتفك الحاج ايوا سي كريم ولدي راه هو ولدك وراه كبر قدام عينيك وليلى بنتك حسبها في دار باها كريم اسيدي الا كانوا باغين بعضهم انا ما عندي ما ندير فيهم الله ما يسر الحاج ايوا فاطمه فين هي الزغريسه ديالك
فاطمه بدات كتزغرت. رضا وصلوا لي التليفون، اسمحوا لي الخدمه خاصني ضروري نجاوب. الو سي رضا، واحد السيد كيتسناك قلبك ضروري. واخا انا جاي، اسمحوا لي ضروري خاصني نمشي، بغا غير امتى يخرج الحاج. لا ولدي راه مازال ما تفهمنا على والو. رضا واللي درتو على الوالده انا معاكم فيها. كريم خلي الحاج خدمتو هي الاولى. مشى رضا وصل لقى الياس كيتسنى في المكتب ديالو. صيفطاتك ليا الياس؟ لا لا ما صيفطني حد، جيت حيت شفت المنكر بعيني ولا بد ما ندير شي حاجه. اش غدير رضا؟ البنت ما دارت والو. رضا انت ما شفتيهاش بعينيك الياس، انا اللي شفتها كيف كانت دايخه وعريانه وحالتها كتطلع القلب، وزيدون راه مشات بخاطرها. الياس ما يمكنش دير يصرها هكا، انت قلتيها فمك كانت دايخه بالشراب، السي بالشراب راه كان مزلل عليها وريحتها كتعطط بالشراب. عاد الياس غتكون حتى انت اكلات لك مخك بكذوبه وديك الوجه البارئ ديالها. الياس لا لا انا يسرى كنعرفها مزيان. قاطعو وانا كنت كنعرفها قبلك. جا يهضر ويصوني التليفون وي صافا. الياس اجي دغيا يسرى راه في الخطر، داها خوها للسبيطار. اشنو مالها ياك؟ لاباس راه هبط ليها الضغط، ولكن هاد المره بزاف وقع لها نزيف داخلي. مشاو لقاو ياسر وصفاء كيمشي ويجيو مخلوعين عليها. رضا بدا كيحاول ما امكن يخبي ديك الخوف اللي كيحس بيه من جيسا، وشي حاجه لداخل كتقول ليه الا بغات تروح راه نعطيها ليها. الياس صفاء اش وقع؟ مالها يسرى؟ صفاء غير كتبكي. يسرى عندها نزيف داخلي راه في غيبوبه والاطباء مازال معايا لداخل، الا وقعت لها شي حاجه ليسرى انا غنحماق. الياس ما تبكيش تهدني، ما وقع لها والو ان شاء الله. ياسر كيشوف رضا. انت هو رضا؟ اه شكون انت؟ كيف وصفاتك ليا على خوها ياسر؟ رضا كتعرفني، هضرات لي عليك بزاف. وانت هو الياس بلا شك؟ اه انا هو ياسر خويا على سلامتك، ما تصورش شحال كانت كتهضر عليك، وحشاك. عاود لي اش وقع لها مسكينه؟ والله ما عرفت اخويا، انا جاي فرحان نشوفها ونلقاها طايحه في الارض وكشكوش خارجه. زيتها بالعقل لهنا وما شدوها، وهانت كتشوف مازال ما عطاونا حتى خبر. صافا الله على اختي، ما تستاهلش هادشي اللي كيوقع فيها، والله ما تستاهل. رضا الله يشافيها، الا كان شي خبر علموني. خاصني نمشي، بغي يمشي قبل ما يفتحوا دموع. ياسر كنت غلط فيك رضا. رضا اش كتقصد؟ ياسر جلس وبدا كيهضر الدموع في عينيه، ورضا غير كيسمع داك البريق اللي كان كيبان في عينين اختي ملي كانت كتهضر عليك، وديك الضحكه اللي كانت كترسم على شفايفها فاش كتفكرك. كنت كنتخيلك عطيه حب كبير، حب ما تحتاج ما تزعزعو حتى حاجه ولا تغيرو. كنت كنقول الحمد لله اختي لقات لي عوضها على والديها، ولكن جا النهار اللي قالت لي طلقتو. كنت حيران كيفاش اختي، ولكن وعلاش؟ راه ما يمكنش ما تيقتاش. كل ما كنت كنجبد هالكلام عليك كتسرح بخيالها، عرفتها باغا كتبغيك وقررت باش نرجعكم، ما نخليكمش تعذبوا، حيت عرفت هاد الطلاق هو فقط نتيجه ديال العناد ديالها. قلت ديك السيد مسكين ما كاين لا شي تظلم، قررت نرجعكم عندي. عندي خال واحد اللي ما كتعرفوش يسرى بحكم المشاكل اللي كانوا بينه وبين جداتنا، قلت لي خدم عنده حتى هو كان عزيز عليه بزاف، ولكن ما بغاش يدير المشاكل مع جده ورفض. داك الساعه شدوني المشاغل بزاف وكنت ما كنهضرش معها، حتى قالت لي جده ماتت. جيت ودفناها، وديك الساعه عاد قبل الخالي حسن براده يخدمها، كانت خدامه تما وكنفكر كي ندير نرجعها لك. حتى واحد النهار كنت كنشوف الانترنت لقيتك داير اعلان باغي مهندس يتكلف مشروع ديالك، تما حمد الله وشكرته وقلت هذا هو الحب ديالهم هو اللي باغي يجمعهم. ودرت مع خالي واتفقنا باش يدير عرض عليك تبني المشروع عنده باش نلاقيكم، ودار رحله وصيفطكم بزوج ووصينا من اللوطه اللي يخليكم في غرفه واحده باش تقربوا من بعضكم. كان كل نهار كيتصل بيا مول الفندق باش يعطيني اخباركم. نهار قال لي صافي راهم صالحين فرحت بزاف، وملي جات اختي هضرت معايا شفت نفس الفرحه رجعت ليها. بدات غير كتعاود لي متحمسه وكتنقز بالفرحه، وقالت لي اخويا كنبغيه بزاف، اخويا دعي معايا نبقاو ديما مجموعين. فرحت بزاف فاش عرفت غادي يتزوجوا، قلت الحمد لله غادي يتجمعوا مره اخرى. نصحتها بزاف تبعد على عنادها، حتى النهار اللي قالت لي خويا انا حياتي ضاعت اخويا، راه واحد السيد لعب فيا وخايفه يكون شافو رضا. تما كانت كتبكي بزاف، قلبي تقطع عليها. قررت نجي باش نجمعكم مره اخرى، ولكن اكتشفت بلي هذا الشخص اللي كتبغي اختي ما يستاهلش الضحيه على قبله. رضا جلس حتى هو وحده. خويا انا مقدرك وعادرك، ولكن انت ما شفتيهاش في ديك الحاله، انت ما شفتيهاش كي كانت مزوقه في الحفل ومتوتره بحال باغا دير شي حاجه، حتى من حجابها لاحظوا. هذيك ماشي يسرى اللي كنعرف، كون كانوا لعبوا عليها كاع ما يشوفوها الناس خارجه فرحانه معاه، وكانوا لعبوا عليها كاع ما تقول لي غادي الحمام وتغبر. لا لا خويا لا، اختك ضحكت علينا كاملين، اسرنا نضربوا ببونيه حتى طيحوا. بزاف عليك، انت كتبغي اختي، انت ما كتعرف حتى شنو هو الحب. كنتي كنت كتبغيها،
كنت قلتي بيها الحب راه ثقه سريطه، حب شي حاجه كبيره اكبر من انك تغني عليها. الحب توقف معها في الحلوه والمره، المفروض مظلومه غتسمح لراسك بصاحبك كانت مظلومه، ولكن لا، زد ضربه برا، خرج من هنا ونسى اختي، نساها غير كون هاني اختي، غير صبره غديها معايا عمرك غتشوفها. هادشي كان عليا نديرو شحال هادي، خرج من هنا برا. الياس ذاك يجري، مالك واش واقع ياسر؟ خرج هذا من هنا ولا غندير فيه شي جريمه. رضا هانا خارج، رضا خرج ركب في الطوموبيل تاعو كسيرها، وقف حدا واحد الجبل، هو غادي حماق بحال شي وليد صغير. قسم حتى ظلام الحال ورجع في حالو للدار. رجع عند يسرى اللي مازال كتقاوم باش تعيش. الياس صافا غتكون عيتي، سيري لدارك ترتاحي دابا نعلمك الا كان شي جديد. لا لا الياس، انا نبقى ما غتخليش صاحبتي وحده. ياسر الياس عنده الحق، صافي احنا هنا، سيري ترتاحي. واخا يلا علموني باش مكان. مشات صافا. الياس خويا ياسر، سمعتك قبيله قلتي للبرادة بلي، قلتي لرضا بلي سي برادة خالك، واش بصح؟ اه خويا سي حسن راه خانا الوحيد. يسرى كاع ما كتعرفو حيت كان صداع شي مشاكل قبل ما تزاد يسرى، غير انا اللي بقيت عاقله عليه. خلاضو بيناتهم المشاكل، وحتى ماما الله يرحمها كانت سمعنا عليه نهضروا معاه، كانوا مقلقين منه حيت اعتبروه بسخط الوالدين سبب شي مشاكل عائليه. خرج برا دار مشاريعه، وحتى انا مشيت لبرا نقرا، تما تلاقينا وكتعزيت عليه بزاف، شحال عاوني. فاش مات والديا موراها بشي عام رجع كمل اعماله هنا في المغرب، كان كيشوف يسرى وهي كتكبر غير من بعيد، كنا عزاز عليه بزاف. الياس سبحان الله ديما كان مهتم بيسرى كسر، حنا كنا كنغيرو كاع. منها صفاء قالت لي بلي راه تخلع بزاف فاش قاتلو مريضه، قال بنتي صفاء بحال فهماتو. يسالي هادشي وتخرج اختي على خير، نوضحو كلشي ان شاء الله. انا قررت غنديها معايا لبرا ان شاء الله. هو الدكتور خارج، دكتور عافاك قلنا مالها. انا ما عندي ما نخبي عليكم، جهدنا راه درناه، حبسنا لها النزيف. ولكن ياسر، ولكن شنو اختي ماتت ياك؟ لا لا مازال عايشه، غير هو دخلت في غيبوبه، ما عرفناش امتى غتفيق، واش اليوم غدا العام الجاي، داكشي بيد الله. ياسر تصدم، كيفاش ما عرفتوش؟ شنو خدمتكم نتوما؟ حتى شنق عليه، شوف راه والله وقع شي حاجه لختي، والله حتى صرفتكم كاملين كتفهم. الياس ياسر وتهدنا اخويا، الدكتور انا خدمتي راه كنديرها، الموت والحياه بيد الله. الياس سمحنا دكتور راه معصب، شكرا. ياسر وتهدن، لا يسرى ما يكون عندها والو. على السبب اخويا، انا اللي خليت اختي بوحدها مع مجتمع فيه غير الوحوش، اش غندير لو وقعت لها شي حاجه؟ عرفتي فاش هزيتها بين يديا؟ حيت كانت غايبه، كانت كتشوف التصاور بزوج. ياسر ما ديرش فراسك هاد الحاله، دابا ترجع لنا بخير. ياسر تهدن وجلس في الارض، دا كيتفكر فاش كانت صغيره. حتى كيوقف عليهم حسن، ياسر ولدي كيبقى تخسر. خالي اختي مسكينه راه لداخل كتقاوم الموت، شوفها كي ضعيفه، اختي كتموت وانا ما قادر ندير والو. اسكت ولدي ما تقولش هكاك، يسرى قويه غادي تبرا وترجع لينا. واش هنا بوحدك؟ لا لا معايا الياس، يمكن مشى غيجيب شي حاجه. في خبارو انا خالك؟ اه لا قلت له كل شيء، صافي كل شيء دابا. يلا شوفوا في يسرى من الحاجه اللي كلها خيوط، نعاسه ضعيفه لونها شاحب، وجهاز الاكسجين فيفها. شوف خالي اختي، شوف اختي اللي كانت بحال شي فراشه، شوف الاميره ديالي نعاسه كتستنجد بالحياه. صافي دابا تولي مزيان، انا متيقن غترجع لينا. نرجعوا لرضا، دخل الدار جوج تا بلا روح، تسكى فوق الناموسيه كيتفكر على النهار شافته بالفوطه، غمضات عينيه فاش كانوا في الفندق، ونهار مبغاش تركب معاه بدا كيتفكر كاع شنو دوزو. لا يسرى ظلمتيني بزاف وقسيتي على قلبي، عارفك ما كتبغينيش، الله يشافيك وتنوضي بالسلامة. شوية كيسمع الدقان، ليلى اش هي ديري هنا؟ واش عيب نجي نشوف خطيبي؟ لا ولكن انا عيان وباغي نعس. كتشوف فيه وكتبتسم ديك الابتسامة الصفراء ديالها، غتخليني واقفة في الباب؟ زيدي دخلي، يلا ما تبقيش الباب دخلي. راه عارفة الجيران كيهضرو معايا ديما ندير بصداعهم. ليلى ما شغل حد فينا، وزيدو راه حنا قلب نتزوجو، صونا تليفونها كان العصر، خفت لي يكون عنده شي خبر خايب. هادي ماما كتصوني ضروري نجاوب. سيري سيري راه بالكم الباب د الكوزينة. بقى جالس رضا شوية بغا ينوض يشرب، يتصويص معاها كتهضر، ناصر علاش كتصوني؟ كنقول لك ما تعيطليش في هذا الوقت. علاش الكسكوت نسيتي شنو جا معنا؟ وصافي شنو كاين؟ ناصر يسرى راه في السبيطار. في السبيطار علاش مالها؟ ناصر ما عرفت، بغيت نسولك انت، وانا باش غنعرف هاد يسرى ديالك مالها؟ تخلي غير رضا في التقار وتموت ولا تحيا شغلها هذاك؟ عندنا واحد المشكل،
اش من مشكل؟ الا تفضحنا غنمحيك من هاد الدنيا. تهدني مالك غير البنت ولات كل مره تهددني؟ اش من بنت اللي كلفتي تكذب على رضا بانها شافتها خارجه فرحانه؟ كتهددني؟ ايوا سكت على الفلوس، الا ما عندكش نصيفط لك عندك نفتحو. حنا راه قرابين نتزوجو ونخلي لك اليسرى ديالك، ولكن اللي عارف رضا راه حنا اللي خططنا باش يجي يلقاها هكاك عريانه غنشوف فيها. ناصر لا كوني هانيه، كلشي تحت السيطره. خساره داك النهار يلا حيت لها حوايج هو يجي داك التصاور. شنو واش ما قربتيش ليه كاع؟ ناصر لسوء حظ لا. ايوا جاي الايام دابا تقرب لها، ولي داك الجسم ديالك بوحدك مهم. خاصني نقطع رضا جالس في الصالون. ناصر اوكي يلا سيري. جا الدور كتلقى رضا واقف مطرطق عيني فيها. صدمات رضا مالك؟ ويصرفق حتى تحت الارض. سمعت كلشي يا بنت الحرام، ثم اللي درتو لها هكاك؟ انت خرج منك هادشي كامل البرغوثة وجه النحس. انا من الاول ما ارتحتش ليك. بدا كيضرب فيها حتى لقات واحد الفاز وهي ضربو للراس وطاح. بقات كتقفقف وهي تعيط لناصر. ناصر مال الزين ما تخش بينا. ناصر مشينا فيها، ناصر مشينا فيها. رضا سمع كلشي وهجم عليا كيشي حماق وانا نضربو لراسو. شغندير دابا راه طايح. تهدني تهدني تهدني، مصيبة هادي. شوفي غنصيفط لك دابا واحد صاحبي ديوه لواحد الدار، عارفة ربطو تما حسن شي. كيفاش؟ ولكن الا مات ناصر؟ لا ما غيموش، دابا نوصي صاحبي يجيب له الطبيب. مهم وصلني خبر يسرى غدا تمشي مع خوها فاش تفيق، خليه تما مربوط على ما تمشي ونطلقوه. مهم ما يلحقش على يسرى. ويمتى غتفيق هاد يسرى؟ ناصر ما عرفش ما عرفش. المهم ديري اش كنقول لك، غير نسالي الخدمه نجي. يلا صيفط لي العنوان وصل ديال صاحب ناصر وهزو داو لواحد الخربه بعيده. ليلى قالت الوالدة بلي عنده شي شغل وسافر، اما يسرى بقى في الغيبوبه. خوها ديما جالس في كرسي حداها كيقرا ليها الكتب اللي كيعجبوها. على الله تاثر وتفيق. وصفاء والياس وحسن كل نهار كيمشيو كيزوروها. داز شهر، رضا كيفيق كيلقى راسو فواحد البيت ما كيعرفوش. فين انا؟ اش وقع لي؟ بدا كيتفكر. يسرى خاصني نمشي عندها. شاف لي حيت وقع كبرات، عارف راسو مد وهو تماك. خرج لبرا وبدا كيشوف فين هو، غير الجبال دايرين بيه حتى كيبان ليه واحد الراجل جاي. مشى عنده باش يسولو حتى كيدق ليه واحد الشوكه وغيب ويربطو مع الكرسي وخلاه. نرجعو عند يسرى اللي مازال ما فاقت، وخوها جالس حداها شاد لها في يديها. هي كانت بحال عايشه في واحد الحلم اخر مع جدها وماما بابا، عايشين مزيان فرحانه. وكتجري في الطبيعه شويه كتسمع يسرى حبيبه فينك؟ يسرى رضا حياتي فينك؟ يسرى اجل عندي، اجل حضني توحشتك. رضا فينك؟ حتى بدات كتقول بصوت ثقيل رضا رضا فينك؟ كتسمع ياسر اختي يسرى انا معك. اخوك حداك رضا؟ دكتور اختي اختي كتفيق. مشى كيعيط كيجري كيعيط للطبيب. دخل وخرج ياسر اللي طايل بفرحه، عيط لصفاء والياس وخالو. غير سمعوا الخبر جاو كيجريو. مشى عند خو، خالي اختي كتفيق راه هضرات وحركت يديها. حسن على سلامتها ولدي. الياس عنق صفاء، شفتي اش قلت لك؟ يسرى غادا ترجع لينا. صفا حتى هي عند القاسم، اختي رجعت لينا ما تصوروش شحال انا فرحانه. شويه كيخرج الدكتور. شكون فيكم مريضه؟ كلهم سكتوا. ياسر رضا ما كاينش. الدكتور المريضه كتعيط غير بسميتو، عيطوا له ضروري اللي كان حدها غتحسن كثر. ياسر دكتور انا راه خويا اللي شافني غتحسن كثر، اما رضا ما عندها ما دير بيه. الدكتور واخا يلا دخل عندها راه مازال عيانه، ما تكثرش عليها بالاسئله. صفا حتى انا بغيت نشوفها. الدكتور ما يمكنش فاش تولي مزيانه غندخلوا عندها. دابا يدخل غير واحد واحد. الياس صافي حبيبه خلي خويا يشوفها وبلاتي ودخلي انتيا. وعندها دخلي ياسر عندها شد لها في يديها. اختي الحبيبه الاميره ديالي، ها هو اخوك حداك. ياسر خويا جيتي؟ اختي على سلامتك ملي رجعتي لينا، تخلي عليك بزاف. خويا فين رضا؟ بغيت رضا. دابا يجي اختي، دابا يجي ارتاحي دابا. خويا قل لي انا ما درت والو. واخا اختي غير تهدني. بداو كيدخلوا بالواحد بواحد كيشوفوها. كاع الموظفين جاو زاروها، نهار على نهار كتحسن كتولي مزيانه، كل نهار كدير ترويض. كيدورها خوها في الجردات المستشفى، ما تفارق عليها حتى نهار. كيوكلها ويشربها ويقرا لها القصص حتى كتنعس. وصفاء والياس ديما كيجيو كيضحكوها كيضحكوها. عرفت بلي حسن خالها وبدات كتحسن. اللي شاف طريضة كاع ما سول فيها وعاودوا لها خوها كلشي. شنو قال؟ حقدات عليه وحلفات ما تسامحو حيت ما تقش بها. واخا عاودلو ياسر كلشي، بدات كتقول بلي كان باغي غير السبه، خصوصا ملي واحد البسمومات في الشركه قالوا لها
خطب بنت صاحبها، تما تيقنات بلي كان غير كيقلب على السبب باش يتزوج ليلى، بقات كتحاول تسكره وتحيد من قلبها. اما رضا مسكين غير كيفيق داك المجرم كيضرب ليه ابره وكيرجع يغيب. وصل نهار اللي غتخرج فيه يسرى، صافا الله على حبيبتي غترجع لينا. الياس يسرى كلشي توحشك. ياسر خوها بالفرحه دار الحفله ديال الاستقبال في الدار، كانوا حضروا لها كاع الاصدقاء والجيران والموظفين. فرحات بزاف خا مره مره كتفكر رضا الماضي ديالها، ولكن خوها كان حداها وعطيها امل اخر في الحياه. دوزوا الحفله وداها خوها ترتاح. اختي عمري غنتفرق عليك، ما تصوريش شحال توحشتك، كون وقعت لك شي حاجه كنت غادي نحماق. خويا قول لي الصراحه، ما جاش رضا صور في احسن نهار. ياسر بغيت اختي نفرحك ونقول لك جا، ولكن لا صافي اخويا اصلا دابا غيكون في شهر العسل. رضا كيفاش؟ قالت لي وحده خدامه معايا بلي خطب. رضا ايوا شتي اختي، يلا نسيه دابا ويلا معايا لهولندا نعيشو حياه جديده ونخليو هذا الماضي مورانا. بدا كيضحك معاها. هولندا اختي فيها رجال زوينين. بارك عليا غير خويا حدايا بغيت حتى راجل. انا غدا غدا نوجد لك وراقك، من الاسبوع غنمشيو واخا اختي. يسرى واخا خويا. داز داك الاسبوع جمعت حوايجي ودعت صفاء والياس وخالي بالكشايف باش طلقت منهم. انا كنبكي وهما كيبكيو. صفاء اختي يسرى وعديني غتبقاي تهضري معايا. يسرى مع القهوه كتبكي، واه نقدر يدوز نهار ما نهضرش معاك فيه، راه انت اختي. مع من غادي نصبح كل صباح؟ مع من غادي نهضر؟ مع من غنمشي نتغدى؟ لا اختي ما نقدش نبقى في ديك الخدمه الا شفت شي وحده اخرى بلاصه كنحماق. يسرى وصافي اختي عافاك وزيدون، غير تبغيني نجي عندك ها انا غادي نجي عندك وراه معاك الياس. كلهم تقريبا تواضعوا معاها بنفس الطريقه حتى جا الوقت اللي غادي تخرج فيه وغادي تمشي. خلات موراها بلاد عاشت فيها الحب والعذاب والمرض والفراق، خلات كل شيء موراها ومشات البلاد ما عارفه اش كيتسناها فيها. شاده في ايد خوها هي كلها امل تبدا حياه جديده. زيرت على قلبها اللي في كل دقه كاين اسم رضا فيه. وصلوا ودخلت للدار اللي عجبتها بزاف، خوها كل نهار كيخرجها كيوريها بلايص ويعرفها على صحابه. اما رضا باقي كلميت تحت القبر، ينعس اسبوع ويفيق باقي كلميت، دكولو شوكا ثاني وكيرجع ينعس اسبوع. تا الشهر حتى النهار خرجات يسرى مع ياسر يتغداو برا في واحد ريستو على البحر، ويتشوف واحد ملامحو مغربي شلا جالس مدور بيه الزعرات وناشط غير عقلاتو ولات كتغوت وترحب. اختي مالك؟ ناصر اخويا ناصر تهدني، فين هو؟ راه هذاك اللي مولبودي الاحمر انا غنوريه. ما تخافيش انا معاك تسنيني. لا لا اخويا عافاك يلا نمشيو. ياسر شوش ما تحركيش بلاصك. مشى لعندو ضرب براسو باغي شي حاجه زعما، بدا يديو يجي معاه في الهضره حتى دخلوا للطوموبيل وعيط لصاحبو يجي يدي يسرى للدار. تا لواحد البلاصه بعيده وبدا كيخرج فيه كاع ما داز على يسرى حتى كان غيموت بين يديه. دوي عجنا في اختي هاد الحاله، حسابك ما عندها حد وغا كيتنطر منو طلق مني اختك كان بغيها ويزيد يضربو. غتسكت ولا غادي نهرسك داك الراس؟ ما تجبدش اختي على فمك، اللي كيبغي ما كيعذبش. واش انا اللي عذبتها؟ هذا هو اللي معذبها. انا راه والله ما قصت فيها، كنقسم ليك ما حديتها. ايوا علاش درتي لها داك اللعبه؟ اش كنتي باغي؟ بغيت نفرق على رضا، بغيتها تكون ديالي. واذا تضربو عمرها الا كانت ليك عمرها. ايوا ملي انا خسرت في هاد اللعبه بغيت حتى شريكتي تخسر. شنو؟ اش من شريكه؟ دا كيعاود له. وفين رضا دابا؟ ناصر راه مربوط فواحد الدار خارج على المدينه. ياسر تصدم، منين توا تما؟ هادي ربع شهور. اشنو وشتو ما حماق؟ ما عندكم ضمير؟ ربع شهور السيد غايب. اعطيني العنوان. عطاه العنوان. ياسر عيط على حسن وإلياس، خرجوا رضا من ديك الحاله وداوه للسبيطار. حسن الدكتور واش درتو شكايه عند البوليس؟ لا لا مازال. الدكتور راه المريض في حاله خطيره، عطاه جرعات المسكن كثيره، الدماغ ديالو ما تحملهاش، ممكن يتصاب بشلل في اي لحظه نقدر نفقدو. حسن الدكتور دير لازم. الدكتور علم والديه، خاصني الموافقه باش نديرو العمليه. الياس تكلف والديه ديال رضا، قال لهم لقاوه طايح في الزنقه كيف ما كذبوا على الطبيب. جابهم جاوا يشوفوه، غير شافتو ماما بدات كتغوت والحاج كيصبر فيها. ايوا نخليو هذا ورجعوا لهولندا. ياسر طلق من ناصر بعد اعتذر منهم وركع عند رجلين يسرى، قال انه مستعد يقدر يقدم راسو للبوليس كاع ويعترف بكل شيء. ياسر خبى على يسرى بلي رضا كان مشدود، حيت الا سمعاتو مريض غتبغي تمشي. هو خاف على اختو تعذب مره اخرى. صونا الخالو ويعاود له
كيبقى دابا مسكين حالته حال، ما نعرف شنو كان كيضربوا له في داك الشوكات حتى تاثر الدماغ ديالو. ياسر مسكين، رغم هادشي كلشي بقى فيا، واختي ضحيه ديال هاد المجرمين اللي لعبوا بهم كيبغاو. حسن كنت شاف والدي راه غيحماق، واش قلتيها ليسرى؟ ياسر لا لا، خايف على اختي تعذب، ما نقدرش نخسرها مره اخرى، غير خليها راه بدات كتنسى، حتى هو دابا ينساها. لا ياسر ما نظلمهمش، هاد الزوج راه كيبغيو بعضهم بزاف، رحبهم هو اللي خلاهم تبتيب الحياه. يسرى كانت ضحيه وحتى رضا راه ضحيه، انا متاكد كون كان ما مخطوفش غيبات كل ليله عندي يديها، انا اللي هزيته فوق كتافي، كان فمو غير يسرى. خلينا نعطيو فرصه لحبهم يبدا من جديد بلا ما نظلموهم كثر كثر ما ظلماتهم الدنيا، راهم تعلموا من الاخطاء ديالهم بما فيه الكفايه. ياسر خالي ويمكن عندك الصح، القدر الا كان جمعهم شكون انا اللي نفرقهم؟ يمكن فاش يشوفها تحسن حالته. مهم تعلم والدي وعاود لهم كل شيء، خليهم يربيو ديك الحقيره، وانا دابا غنجيب يسرى بيدي. مشى ياسر عند يسرى. يسرى اختي حبيبه ديالي. نعم اخويا. سمعي مزيان وتهدني حتى نكمل هضرتي. هضر اخويا، مالك خلعتيني؟ ارجعوا للمغرب. وعلاش؟ عاود لها كل شيء. خويا نوديني دابا، ما نقدرش نصبر حتى الغدا، لو وقعت له شي حاجه غنحماق، هادشي كله بسببي انا، انا اللي ما سمعتش الكلامه، انا اللي عطيت فرصه لذاك الحمار يقرب مني. تهدني حتى واحد ما سمع، نتوما بجوج ضحيه. تهدني خويا، رضا راه هو حياتي وهو الروح ديالي، ما نقدرش نعيش بلا بيه. وصافي يسرى تهدني، نوضي نوضي غنجمعوا الحوايج غدا نسافروا. شدوا اول طياره حتى وصلوا مشى ديريكت للسبيطار، لقات ماما وبابا حدا الباب، ما حسيتش براسها حتى طارت وعنقاتهم وبداو كيكيو كيبكي. فاطمه معلقه بجد وكتبكي، بنتي يسرى هادشي كامل وقع لكم وانتم ساكتين. الحاج علاش بنتي ظلمتوا ريوسكم؟ كنتوا غتكونوا دابا اسعد زوجين، علاش خليتوا الحب ديالكم كيوقع له هكذا؟ يسرى الحياه بابا، الحاج الحياه اللي بغات تعطينا هاد الدرس، هي اللي بغات تورينا ان الحب ماشي هو غير كنبغيك، وانما تصبر وتقاوم وتضحي، والاهم هو تثق في هذاك اللي كتبغي. فاطمه اهانا، انا اللي كنت غندخل لفعل داري، انا السبب، انا سبب ولدي وهو السبب وتا في هاد الحاله. يسرى شتا ماما فاطمه، الا كان شي حد سبب راه هو انا. الحاج والع على الشيطان، استغفروا مولاكم، حتى واحد ما سبب، هادشي بغى الله، بلا سمات لهم ريوسكم، دعوا مع رضا ينوضنا بسلامه. بقاو هكذاك عند الزاجه كيدعيو الله ينوض، وتنجح العمليه د الياس. د الياس دار شكوى وشدو ليلى وناصر في الحبس على فعيلهم. كريم وثوريا اعتذروا بالنيابه على بنتهم، حيت واخا بنتهم خرج منها هادشي كامل، والديها ناس مزيانين طلبوا السماح وهما حشمانين. صفاء غيما نلقى يسرى وكتهدن فيها، وياسر كيهدن فاطمه، وحسن واقف مع الحاج كيواسي فيه حتى خرج الطبيب. يسرى دكتور رضا غيعيش ياك؟ ياك دكتور. فاطمه هضر السيد الطبيب، ولدي راه مزيان ياك؟ الدكتور تهدنو، ما كاين لاش خلعو السير، رضا طلع قوا ما كنت كنتخيل، تحدى الموت ودابا العمليه نجحت، غير غيفيق من البنج غدخلو تشوفو هو. كل واحد كيعنق الاخر بالفرحه والدموع في عينيهم وكيحمدوا الله. شو هما يخرجوا من غرفه العمليه، فوق السرير المتحرك وهي تبعو. يسرى شاده له في يدو، رضا رضا حياتي انا معاك، عمري نتخلى عليك. شويه جا الدكتور شد في يد يسرى، كلشي كيسمع. يسرى انا راه عشت معكم كل ما كتعاني، وما عرفش اشنو خلاكم في الحاله، ولكن حبكم ما عمري شفتو. انتي كنتي باقي لك خطوه على الموت، كتنادي غير بسميتو، وقاومتي وتشبتي في الحياه على قبله، غير فقتي بديتي كتنادي بسميتو ثاني. اما هو نهار اللي دخلتي فيه لهنا شفتو كي كان كيبكي على برا، بعد ما دابز مع اخوك كان كيبان لي محطم وتالف، كيبكي بحرقه كبيره. جا عندي المكتب ركع على رجلو وترجاني نقد حياتي، قال لي دكتور عافاك، لا كتحتاج القلب، خذ القلب ديالي عطيه ليها، لا بغات عيني خذهم، وحتى روحي نعطيها ليها، المهم نقدها ما تخليهاش تموت. كانت رجاك رجعها لحياتها، رجع لها ضحكتها وابتسامتها. سيري انا بدي بدي ما ندير، حتى انت ما بدك ما دير، الحاجه الوحيده اللي نقدر نديرها هي ندعيو لها تقوم بسلامه. ومشى وخلاني، عمرني شفت شي حد في ديك الضعف. وهكذا جابوه ثاني، هو كان كيقول غا سميتك، وعدت راسي ما نجحتش لي هاد العمليه صافي غادي نتخلى على الطب مره واحده. كان في واحد اللحظه في داخل غرفه العمليه، حتى لواحد اللحظه كنا غنفقدوه، نبقى في ديما نديرو كنشوف بلي خط حياته قريب يستقيم. مشيت شديت له في يدو، قلت ليه بلي يسرى برا، يسرى كتسناك تفيق باش تكملوا طريقكم بجوج، انت ما ضعيفش لهاد الدرجه تخليها في نص الطريق وتمشي. بحال اللي حس بكلامي شفت الخط تموج من جديد، رجع قلبه كيدق، قلبه اللي فيه انتي. يسرى دموعها غاسيلين كلها كترعد. يسرى الا كان رضا باقي عايش فهو عايش غير بسببك انتي على قبلك، الا كان قلبه باقي كيدق فهذا غير حيت انتي فيه،
فكل دقه كاينه انت حافظي عليه شدي بيدي وزيدوا القدام، راه ملي الموت ما فارقاتكمش راه حتى حاجه اخرى عندها القوه باش تفارقكم. سمعتي لي يا بنتي؟ طارت عنقاتو بدات كتبكي بحال شي بنيته صغيره، تلاحت في حضنه وكذلك بدا كيبكي وكلشي كيبكي. الدكتور سيري سيري لعندو شدي في يديه بغيتو يفيق على وجهك، الا شافك غادي يتحسن دغيا. يلا سيري لعندو مسحي دموعك، يلا سيري. مشات كتجري وكتفكر فاش كان كيغير عليها، كتفكر الحضن ديالو، تفكر راسو بكل تفاصيلو. دخلت لعندو وشدات في يدي، دارت راسها على صدرو، راه يضع حياتي انا حداك. بقات شحال حتى حسات بيه زير ليها على يديها، حبيبي انا معاك انا معاك، حتى كتسمع صوتو تقيل كينطق بالاسم ديالها. هذا انا حداك حياتي غاب شويه عليك، حتى كينطق يسرى سمعي لي واش صافي انا مسامحك غير نوض لي غاب السلامه. شد لها في يديها بجوج، راه قلت لك عمرهم يتفارقوا هاد اليدين. وبدات كتبكي، لا حياتي عمرهم غيتفرقوا، كنبغيك انا اكثر. يلا خاصني نخرج باش تدخل ماما تشوفك، واش عرفتي راه كلشي كيتسناك امتى تفيق؟ انا عارفه كلشي يا حبيبي كلشي كيتسناك على برا. خرجت خرجت من عنده ودخلت ماما، يسرا مشات عند خوها، خويا انا جايه. ياسر اجي في الماشيه دابا تعرف. دخلوا عنده كاملين وطمأنوا على حالته. الياس على سلامتك صاحبي خلاصين عليك. رضا الله يسلمك فينا يسرا. ياسر واش حنا كاملين ما قادينكش؟ صافا يسرا هربات اخويا شويه وهي كتدخل. يسرا انا جيت. رضا فيك كنتي؟ ركعت على رجليها وقدمت له الخاتم. رضا البناني انا يسرا مسور كنطلب يدي قدام كاع صحابك باش تكون زوجي على سنه الله ورسوله، ما تفرقنا حتى حاجه، نجمعوا على الحلوه والمره. واش قابل؟ كلشي بقى كيضحك. رضا نوضي نوضي ديك الهبيله، راه انا اللي خاصني نطلب يديك. يسرا انا ما عندي فين نزيد نصبر. واش قابل؟ وعيني بغيت 4 مليون في الصداق ودير لي عرس فاعل سارك وتديني لتركيا ندوز شهر العسل. كلشي عاود كيضحكوا. رضا عنقه وزيرها لعندو ودارو الخواتم الفرمنيات والدكتور كلشي كيصفقوا ليهم. فاطمه غير كتبكي بفرحتها وياسر فرحان لختو، رجعت لها الضحكه. ورضا البطل ديالنا بدا كيتحسن كل نهار، كاد يسرى كضحكوا شويه وكتخرجوا يتمشى حتى ولا لاباس. جاو هي وياسر يخرجوا، فاش وصلوا للدار والديه بقاو كلشي العائله مجموعه كيتسناهم. قال الحاج لكلشي سمعوني مزيان، اليوم داري كتشهد زوج ديال الفرحات، الفرحه الاولى الشفاء ديال ولدي، والفرحه الثانيه زواجه بيسرى الملك اللي صيفطو من الله اللي دخل الفرحه على دارنا. يسرى طلعوها سكدوا لها النكافات، لبسوها تكشيطه في البيض وفولار ديالها، لا تمشي تزبل عام ثاني. جات كي شي اميره، طلع عندها خوها يهودا بقى فاتح فمو فيها، واو على الاميره ديالي اليوم رضا يهبل. كنت حشم داوها للجرده، كان لابس كوستيم رمادي جا كيحمق. قطعوا لاطارد وسط كلشي كلشي ناشط، وحدو نهار العرس وصداق. نهار رضا شد الميكروفون، سمعوني كاملين، اليوم انا اسعد واحد في الدنيا، ربي جمعني بالحب ديال حياتي في الحلال. يسرى انا كنوعدك قدام كاع هاد الناس، طول ما انا عايش غنخليك في كل لحظه سعيده، ما غنخليش دمعتك تسيل، مازال غنحطك في عينيا، نعوضك على كل ما داز عليك. يسرى قدام كلشي كنطلب منك السماحه حيت ما تقش بيك، هذا درس كبير ليا تعلمته، اللي كيبغي كيثيق في كلام حبيبه. يسرى قدام كاع هاد الناس كنطلب منك تشدي في يدي وما تطلقيهاش، حتى نديرو ولادنا ويكبروا ونزوجوهم ولدوا لنا الحفايد. حياتي كنبغيك. كلشي بدا كيصفق. يسرى عنقاتو شويه هو يقول لهم بلي بغى يغني اغنيه لحبيبته. كان صوته زوين، غنى لها اغنيه كتعجبهم بزوج. عارفه شنو فيك خلاني نموت عليك، عارفه حاجه وحده بلي كنبغيك، ضمني بين يديك وقل لي كنبغيك. كان هذا هو المعنى ديال الاغنيه، غناها وكلشي كيشوف فيهم وفرحان ليهم. كلشي بدا كيصفق عاود، شي كيبكي وشي فرحان، وهكاك ملات قصه رضا ويسرى. داروا عرس من داكشي ومشاو داروا العمره ورزقهم الله بزوج ديال الاولاد وبنيته جاد واياد. ودات صفاء تزوجات بالياس، عندها توام يسرى ونورا وحامله. ياسر استقر في المغرب واليوم عرسو يسرى حبيبتي علي. رضا شنو هي كنقول لك اجيني من الاخر، عافاك بغيت نمشي حتى انا مع مرات خويا الكوافيره. وسير شكون حيدها لك؟ وهو ما بقاش في سيري. يلا صافي الولاد نقابلهم انا، وما بقاش في الولاد. ايوا شنو بغيتي؟ بغيت حتى انا نقاد حالتي،
غدوزي غتجلسي، مستحيل ما تفكريش فيها. وانا ما كنعرفش نمشي نقاد وحدي الماكياج والشعر، على القادولك. وخلاص خليني، حياتي ما كان استحملش يشوف فيك شي حد. ايوا صراحة ضحكتيني والله، حتى كضحكني. حسبلك انا باقا شابه، شكون غيديها فيا وانا جد غيجبد من هنا يبغي يرضع وهي تخاصني معاه هنايا ايجار من هنايا، خاصني معاه سبرديله ماشي طالون. وداد ما نقول لك شرك عارف عا وا 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 شنو انت، انا بغيت نمشي حتى انا الكوفوره. حتى كتسمع بنتها، ماما حتى انا بغيت نمشي الكوفوره. وإياد ماما في الجوع وجاد وا 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 وا. يسرى وليدي وخليوني، راه داك يموت على الضحك. وهكاك ولادي زيدوها عاد قلك بغا تقاد حالتها. ايوا هانتوما كتشوفوا الحب ديالي فين وصلني. ولكن ما كاين محسن انك تجمع انت وحبيبك في الاحلام. صبروا وديروا وليداتكم خواهرين على اللي مقابلهم طول الوقت، ني الام ني كل شيء من الخدامه. مره كنمشي لافران كنطلع على هادوك المسنين مساكن، كنشوف فيهم جدة. كنوصيكم على الثقة ثم الثقة، حيث الحب له ساقان، الثقة والاهتمام. إذا فقدتي واحد فيهم فالحب ما كيكملش. وفي إطار تشجيع القنوات المبتدئة اللي كتقدم محتوى اللي هو زوين اللي هو فيه الفائدة للناس اللي كيبغيو الرسم، اللي كيبغيو يمارسوا الهواية ديالهم ديال الرسم، يتعلموا الرسم، فهاد القناة هي قناة اللي هي ممتازة ديال الابن ديال واحد المتابعة عزيزة عصام سكتاوي. كنتمنى انكم تطلبوا فيها طليلة، تشاركوا فيها، وعلاش لا نتعلموا الرسم ونعلموا حتى لوليداتنا. نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب مع قصة جديدة. وما تنساوش اللي بغي يدير اشهار القناة ديالو يدير ليا تعليق منها. إذا كان المحتوى زوين وهادف أكيد غنشاركوه مع المشاهدين كاملين والمتابعين. شكرا لكم.